السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كده سامعك. ازي حضرتك يا دكتور، اخبارك ايه؟ الحمد لله، مبدئيا كده أنا لسه مش دكتور، يعني اديني كام شهر إن شاء الله وآخد لقب الدال، بس حتى الآن أنا غير مستحق لهذا اللقب. ان بس شاء الله يا دكتور، ان من شاء أول الله. يضحك على الناس. لا لا، ان شاء الله قريبا باذن الله. يا مسهل. إن شاء الله بإذن الله. إيه الأخبار؟ الحمد لله، فضل ونعم، أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله. كنا عايزين حضرتك كده تعرفنا أكتر بحضرتك كده إن شاء الله. مبدئيا سيبك من موضوع حضرتك ده، مش انت دفعه 2011 بتقول صح؟ تمام. طيب انت معاك دفعتي، يعني انا 2011، فصلي على النبي، يعني ما فيش حد معاك فيكم يا الكلام ده. دكتور. انا مروان عليان، انا خريج هندسه القاهره دفعه 2011، انا معيد في هندسه القاهره قسم كونستراكشن مانجمنت اللي هو تشييد. خلصت الماجستير بتاعي في هندسه القاهره وجيش طبعا، والباكج كلها على بعضها.
وبعد كده طلعت على يونيفرسيتي اوف الينوي ات اربانا شامبين في امريكا عشان اعمل الدكتوراه. يعني الحمد لله هي الجامعه، هي دايما احنا بنتخانق دايما مع ستانفورد على رقم واحد على مستوى امريكا في السيفل انجينيرنج، فالحمد لله يعني جامعه كويسه. انا متخصص في يعني مركبين كذا حاجه على بعض في التخصص بتاعي، يعني انا شغل كتير ليا في البيم، شغل كتير ليا في الـ او مش كتير قوي حتى الان في الداتا، البيج داتا والكلام ده، اكسيولوجي، يعني دي الحاجات اللي انا ممكن يعني والاو والسستينابيلتي بتاعت الانفراستراكشر بالذات، دي الحاجات اللي اقدر يعني ازعم ان انا بربع جنيه اكسبرت فيها. لا 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 حضرتك متميز فيهم كلهم ما شاء الله، كلهم ربنا يزيد ويبارك. الله يجازيك خير. طب انت حضرتك قلت البيم، ايه هو البيم؟ نبدأ بيه كده. طيب مبدئيا البيم يعني الناس يعني واخده عنه الى حد ما، مش هقدر اقول انطباع خاطئ، بس هو انطباع منقوص. يعني اي حد تقول له بيم يقول لك ريفت، عارف انت اللي هو الاجابه تونس حاجه زي كده، اللي هو الاجابه ريفت يعني. لا هو الموضوع يعني مور كومبليكيتد شويه، يعني هو فكره البيم نفسها اللي هي بيسموها بيلدينج انفورميشن موديل. بيلدينج دي اللي هي بتاعتنا اللي هي جايه من المجال بتاع الهندسه المدنيه، انفورميشن موديلنج دي مش بتاعتنا، دي اللي جايه من الكمبيوتر ساينس، من الناس بتوع الحاسبات والمعلومات والكلام ده. الانفورميشن موديلنج اللي هو ازاي انت بتربط الداتا والحاجات دي مع بعضها والانفورميشن والكلام ده. يعني حتى كلمه انفورميشن دي ليها معنى، يعني في فرق، غير لما انا مثلا اقول لك داتا وانفورميشن. تمام هو بيجي مثلا في الجزء بتاع الانفورميشن موديلنج بيقول لك انت عندك اربع مستويات، عندك اول حاجه داتا، بعد كده انفورميشن، بعد كده نوليدج، بعد كده ويزدم. تمام يعني اقول لك مثلا 75 ده كده داتا، رقم مجهول مش باين له ملامح مش عارف ايه. بعد كده اقول لك وزن مروان 75، دي كده بقت تحولت من داتا لانفورميشن. تمام انت حصل لك اعلام انفورم، انت تمام حصل لك انفورمنج ان بقى عندك يعني نولج اكتر. بعد كده والله بتجيب منها نولج، نولج بقى اللي هي تبقى ايه مثلا 75 مثلا، والستاندرد مثلا 70، يبقى مروان مثلا زائد الوزن. تمام بعد كده بقى ممكن تطلع منها الويزدم، دي قصه تانيه بقى، دي حاجه اعلى بكتير بقى، تطلع منها بقى تطلع منها مثلا الجوريزم مثلا بيعمل اناليسيس الموضوع ده. فدي الداتا. ففكره تكون الداتا موديلنج في الكونستراكشن انت ازاي بتربط الدنيا ببعضها، بدل ما كان الموضوع مجرد رسم كاد او حتى رسم 3 دي، مجرد حاجه مصمطه بكتير بتطلع منها دايمنشنز وكوردنت وكلام من ده. لا انا بدل ما بعمل الحيطه مثلا عباره عن خطين ثلاثه اربعه مع بعض، لا بقت الحيطه هي اوبجكت. انت انتقلت من مرحله الخطوط الى مرحله الاوبجكتس، فبقت اوبجكت. انا بقول حيطه، بقت الحيطه دي ليها اسم، ليها اي دي معين. لما انا بقول حيطه فانت بتعرف مثلا الثيرمال ريزيستنس بتاعتها ضد الحرايق، بتعرف الساوند ريزيستنس بتاعتها، بتعدي الصوت ولا لا، ولو فيها عزل صوت هيتركب ازاي والكلام من ده، بتعرف خصائص الحيطه. بقت دي حيطه ليها مثلا في الماتيريال بتاعتها مثلا بتعرفها، وليها والماتيريال نفسها دي برضو ليها هويه خاصه بيها بتعرفها. فبقى كله مربط ببعض. وبنتج انا بقى ابلكيشنز كتير، مثلا لما بتربط الدنيا ببعضها، انا يعني بتربط الموضوع ده بالبروكيورمنت مش عارف ايه الكلام من ده، الابلكيشنز كتير، دي قصه ثانيه. بس هي مبدئيا الموضوع يعني اكبر من الريفت. الريفت ده يعتبر هو الجزء بتاع الابلكيشن بتاعها. يعني لما انت تقول لي بيم واقول لك، تقول لي وانا اسف لما اقول لك بيم وانت تقول لي ريفت، ده مش معنى كده انك بتقولش بيم، لا انت بتقول بيم بس انت بتتكلم اللي هو هاو تو ابلاي البيم حاليا. وده مش حاجه تعيب، يعني دي مش حاجه وحشه. يعني ممكن انا بتكلم اكتر كده عشان راجل اكاديمي اكتر، الناس اللي في الاندستري هو مش فارق معاه الكلام ده قوي. يعني هو في النهايه يعني هاو تو ابلاي، فهو رؤيته في الاندستري يعني هي مش غلط، انا ما بقولش انها غلط، بس هي الفكره ايه، دي الصوره الكبيره الكامله. بعد كده والله انت بقى تاخد الجزء اللي يناسبك في الفيلد بتاعك وتشتغل عليه، دي قصه تانيه. طيب يعني هل ممكن واحد يعمل بيم من غير ريفت؟ في سوفت ويرز بتنافس يعني. يعني انا ما اعرفش الاركي كاد صراحه، انا مش متابع قوي، بس هو المفروض الاركي كاد مثلا بينافس شويه. وانت ممكن يعني تعمل فانكشنز يعني هو في النهايه الريفت مش هو بيعمل فانكشن من فانكشنز البيم. يعني تمام في النهايه مثلا طب ما انا ممكن مثلا اعمل جزء مثلا بتاع الكومبلاينس تشيك، ما ده بعمله على سوليبري مثلا، تمام ده ايه نظامه، جزء مثلا بتاع الانفراستراكشرز مثلا. فانت لا بتستعمل مثلا في مثلا اوتو ديسك يعني بدات ها شويه في الانفراستراكشر اللي هو انفرا ووركس، يعني مش عظيم طبعا كومبيرد بالريفت، ان هو طبعا يعني عامه في الكونستراكشن يعني دايما هتلاقي الانفراستراكشر متاخره عن المباني، ان الانفراستراكشر بتبقى قطاع عام وخاص، والعام هو اللي مسيطر عليه، وبينما المباني اغلبها قطاع خاص، فالعام عامه بطيء.
حكومه فبيبقى بطيء، بينما الشركات القطاع الخاص شركات، فتلاقي ريسيرش اند ديفلوبمنت سرعه ان هم يشتروا برنامج جديد كلام من ده، هو في يوم بيقرر يعمل برنامج يشتري برنامج جديد. انما لو قطاع عام لا، يقول لك احنا متعاقدين مع شركه مش عارف ايه لمده 10 سنين والكلام ده في كل حته. يعني مثلا في امريكا مثلا هم بيعشقوا بنتلي مثلا، مع ان بنتلي مثلا مش عظيمه قوي، وحتى الاستراتيجيه بتاعتها في الاوتريتش مش حلو. مثلا اوتوكاد مثلا اسكي، اوتوكاد انت مجرد ما تقول له انا ستودنت يديك سوفت وير لايسنس 3 سنين ببلاش ويبقى معاك الاوريجينال والكلام ده. بنتلي لا، ولازم تكون الجامعه مشتركه معاه ومش عارف ايه. فعلى المدى الطويل اوتوكاد اللي هتكسب، لان خلاص انا مروان كان طالب اتخرج ما استعملش غير اوتوكاد، ان هو ده اللي كان عارف ينزله. فلما يروح شركه ويقول له يا مروان تعالى بقى انت راجل خريج جديد ومش عارف ايه وتعالى اعمل لنا بيم، مروان هيستعمل ايه؟ برامج الاوتوكاد يعني. وده اللي وده اللي خلاك اللي تسال السؤال اللي هو مش ريفت، مش بيم يعني ريفت ليه؟ في حاجات تانية، بس هو الريفت يعني هو اللي بقى مهيمن بسبب الاستراتيجيه بتاعته. بس تمام. طب انت حضرتك بتقول دلوقتي الانفراستراكشر، ده سؤال ناس كتير بتساله، هل البيم ليه علاقه بالانفراستراكشر ولا هو بس مجرد مباني من اول حرف فيه؟ تاني السؤال معلش ما سمعتش. طيب في ناس بتسال هل البيم يدخل فيه الانفراستراكشر والمدن؟ اه مش عيب، ليه مشكله؟ هو في النهايه البيلدنج ده يعني لو هنتكلم على مفهوم الشمولي بتاعها، حاجه بتبني يا اما لينير او هوريزونتال اللي هي مثلا اللي هي الانفراستراكشر، او مبنى عادي. اه انت في جميل النهايه انت بتمانج البروسيس نفسها بتاعتها يعني، مش عيب. جميل. هو الفكره كلها الناس بتنخدع باول حرف في كلمه بي فيقول لك بيلدينج اللي هو مبنى، فلازم فيلا او عماره. هو في تفريق ما بين يعني، في حتى في الاكاديميه احنا ما بنسميهاش في الانفراستراكشر، ما كانوش بيسموها بيم، كانوا بيسموها سيم، سيفل انفورميشن موديل. سيفل دي اللي هي يعني تريفر انفراستراكشر، وليها كذا اسم يعني. هتلاقي مثلا بيسموها ساعات انفراستراكشر بيم، وناس بيسميها انفرا بيم. ليه؟ ان هي البيم في الانفراستراكشر يعتبر جديد، فانا لسه انا لسه اول واحد عامل فيه مثلا، فبكتب الاسم في البيبر اللي انا بعملها في الريسيرش وخلاص، سميته ميم مثلا، مروان انفورميشن موديل خلاص. بس حاليا يعني اظن بدا يبقى فيه يعني اجماع ان هيسموه بيم فور انفراستراكشر اظن، او انفراستراكشر بيم حاجه زي كده يعني. بدا خلاص يعني خلاص هم سابوهم السم والكلام ده، هتبقى مش عارف انفراستراكشر بيم يا بيم فور انفراستراكشر، مش فاكر بالظبط. طيب كان في برضه مناقشة برضه، ممكن نستخدم الفكرة بتاعت البيم أو النظرية عموما اللي هي من الستينات إن إحنا نستخدمها في مراكب الفضاء أو إن إحنا نعمل مركبة غواصة والحاجات دي، هل برضه هيفضل بيم ولا هيخرج من عباية البيم؟ انت اصل الكلام ده مبني اكيد على حاجات تانية، فاديني باك جراوند يعني. انت هتستعمل بيم ازاي في الكلام ده؟ يعني يعني انا فاهم اللي انا يعني مستشفه. كل عنصر اعمل له سيلكت وادخل كل البيانات اللي انا محتاجها. لا ما هو انت كده يعني اظن ان كده ده لو ناتج عن الفهم بس ده ظن يعني، انا مش اكسبرت في الحته دي، بس ده ظن يعني. لا ده ناتج على الفهم الخاطئ لفكره البيم، ان هو الموضوع انفورميشن موديلنج اللي انت بتعمله ده اسمه انفورميشن موديلنج، ده مش بيلدينج. انت كل اللي بتعمله انت خدت ان هو في النهايه الانفورميشن موديلنج ده تول انت استعملتها في المباني، فطالما هي تول طب ما انا ممكن استعملها في حاجه ثانيه، عامله كده زي ما تقول لي اوبتمايزيشن بس ولا الماشين ليرننج، اي حاجه بستعملها. ساعتها يبقى لها اسم خاص بيها عشان نعرف نفرق، يعني ممكن دكتور ياخد المعلومه دي ويشتغل بيها بس هيغير اسم على اساس ما انها انا بقول لك هي اصلا مش بتاعتك انت كمهندس مدني، هي انفورميشن موديلنج دي بتاعت الناس بتوع الكمبيوتر ساينس. دول ناس بيخترعوا، زي مثلا بيخترع الناس اللي اخترعوا التفاضل والتكامل، هو ما اخترعوش عشان خاطر حاجه معينه، في النهايه انت كمدني خدته وبتاع ميكانيكا خده وكل الناس خدتها. فهي نفس الكلام في الانفورميشن موديلنج، هي ازاي بنموديل انفورميشن وبنربط حاجات ببعضها وشغل السيمانتكس والكلام ده. ففي النهايه ده انفورميشن موديلنج، ما اظنش ان ليه علاقه بالبيلدنج انفورميشن موديلنج. احنا بس الايه يعني انت جايب تجيبها من الناحيه الثانيه، انما هي بتبدا من هنا مش من هنا. متفق معاك. طيب الرسالة بتاع حضرتك بتتكلم في موضوع ايه بالظبط؟ ايه اللي احرجنا؟ بص يا سيدي، بص الرساله بتاعتي بتتكلم في يعني هي مربطين كذا حاجه يعني. احنا بنحاول نقيس ال فيها جزء اقتصاد، احنا الاقتصاد اللي هو يعني البيهيفير بتاع الناس يعني. احنا بنحاول نقيس ازاي الناس بتبرسيف مشاريع الانفراستراكشر من ناحيه السستينابيلتي. بمعنى في يعني في امريكا طبعا الريسيرش بتاعنا من على امريكا، ففي امريكا ما ينفعش تيجي تقول والله تصحى الصبح تقول والله انا هعمل كوبري هنا،
مش بمزاجك، لازم يعني لازم اهل المنطقه يوافقوا ويقول لك اه اوكي والكلام ده، ان انت بتاذي الناس او بتفيد الناس. ففي حاجه اسمها بيسموها البابليك هيرنج، فانت والله بتجتمع مع الناس وكده وبنتكلم ونقعد بقى. فالموضوع ده يعني سخيف وطويل، يعني ممكن ياخد له سنه سنتين. يعني في كندا كان ناس كتير مش عارف عشان يعملوا طريقه خد له 4 سنين، ف يعني طويل قوي. ف طب ازاي ان احنا نجمع ما بين حاجتين، ما بين اللي الناس عايزاه وبين الحاجه اللي هي السستينبل؟ ولما اقول سستينبل يعني برضو من المفاهيم الخاطئه عند الناس اللي هي سستينبل يعني بيئه وخلاص او جرين وخلاص. لا، سستينابيلتي يعني ليها 3 دايمنشنز: الجزء البيئي والجزء الاجتماعي والجزء الاقتصادي، سوشيال انفيرمنتال ايكونوميك. فانا ازاي، فانت كمهندس انت بتقرر من ناحيه السستينابيلتي فقط مثلا كديزاين، خلاص انت ماشي وراه، ماشي مثلا لو مبنى مثلا ماشي تبع الليد مش عارف ايه الكلام ده، وفي حاجات يعني مشابهه في الليد والحاجات دي في الانفراستراكشرز يعني بيسموه اللي هو الليد نيبرهود اظن، وفي حاجات تبع مثلا هارفارد كانت عامله حاجه اسمها انفيجن، في كذا حاجه. بس في النهايه انت ما تعرفش الناس عايزه ايه. يعني عمر ومروان مش ناس سستينابل، يعني مش شرط. لا، ممكن يكون يعني مروان هو يا عم مش همه غير الفلوس، يقول لك بص يعني هيوفر لي اهلا وسهلا، لو هيزود عليا جنيه مش عايزه. تقول لي بقى بيئه مش بيئه، مروان شخص سيء وده اللي يهمه. عمر والله شخص جميل ويحب البيئه والمجتمع ومستعد يدفع الاف الدولارات من اجل البيئه. هي دي بيسموها، دي بقى الجزء بتاع الاكسيولوجي. الاكسيولوجي اللي هي الفاليو، انت الفاليو ليك انت ايه، ده غير الفاليو انجينيرنج، حاجه ثانيه خالص. يعني ان هي في النهايه انت القيمه بالنسبه لك بتتحدد بايه. انا كمروان مثلا انا راجل مادي شرير، فالقيمه بالنسبه لي فلوس خلاص. فدي بيختلف بقى من شخص للتاني. فانت ازاي تعمل موديلنج للبيهيفير بتاع الناس ده وتدخله في الجزء بتاع السستينابل ديزاين، عشان في النهايه اعرف اعمل ديزاين يرضي الناس. هي الناس يبقى عندها الوعي الناس مش يعني مش يبقى عندها الوعي الكافي ان هي يعني مش هجيب كل واحد. يعني مثلا هعمل مثلا كوبري في مدينه فيها 200,000 واحد، مش هجيبهم والله اوديهم بقى كورسات سستينابيلتي كل واحد فيهم وافهمه يعني ايه سستينابيلتي واقنعه باهميه. هتلاقي مثلا واحد بيقول لك والله لا مفيش حاجه اسمها احتباس حراري، لا ده انا لسه بقى اقنعه يعني ايه احتباس حراري ومش عارف ايه، اللي هو كيف بدا الخلق من الاول خالص، فمش هينفع. في النهايه انت بتحاول بتبريدكت البيهيفير بتاع الناس والناس عايزه ايه ودماغها ايه، وازاي الكلام ده تتعمل له الاينمنت مع سستينابيلتي. بيجي بعد كده بقى الجزء بتاع الموديلنج بتاع الكلام ده وازاي تطبقه في الكلام ده. هنا بيجي الجزء بتاع البيم بقى، يعني ده كده الجزء اللي هو زي ما نقول يعني ازاي بتبني النظريه. بعد كده هاو تو ابلاي، لا والله ناخد بقى الكلام اللي هنطلعه من الموديلنج والبيهيفير موديلنج والايكونوميك مودلز اللي انت عاملها، زي مثلا بستعمل مثلا في الشغل بتاع مثلا البروسبكت ثيوري بتاعت البيهيفير بتاعت دانيال كانيمان واموس ترافيسكي. بس ازاي بقى تاخد بقى البيهيفير ثيوري والكلام ده وتطبقه في الجزء بتاع في البيم نفسه، اللي هو ازاي بقى اخلي البيم بتاعي او البيم البيلدنج انفورميشن موديل بتاعي يعمل الكلام ده، لو ازاي والله هو يقدر يكالكوليت الكلام ده وياخد الانبوت ازاي من الانفراستراكشر ويطلعها، واللينك ازاي بتاع السيمانتيك والكلام ده. بس ده بتستخدم فيه بقى الانتولوجي والبرمجه والحاجات دي، الذكاء الصناعي والحاجات دي. مستخدم في الموضوع ده الذكاء الصناعي في الاي اي؟ انا مستعمل بس ماشين ليرنينج حتى الان. هو ايه بقى، عباره عن ايه الماشين ليرنينج؟ ايه الماشين ليرنينج؟ بص يا سيدي، خلينا نبدا بكونسبت قريب للناس اكتر اللي هو البروجرامينج. ايه البروجرامينج؟ البروجرامينج الناس كلها عارفه، انت بتدخل والله انبوت وبتدخل قواعد بيطلع لك اوتبوت. تمام. فانت والبروجرام نفسه بقى هو ايه؟ ازاي القواعد دي بتقرا الانبوت وبتعمل لها اناليسز او بتعمل لها بروسيسنج. فانت في النهايه المعلوم بالنسبه لك الانبوت والقواعد او الالجوريزم او الرولز واتيفر هتسميها ايه؟ بتطلع منها اوتبوت. المشين ليرنينج مش كده، المشين ليرنينج يعني هو تزاوج عنيف ما بين الاحصاء واللينير الجبرا والبروجرام، بحيث في النهايه انا بدخل انبوت والاوتبوت، وهو الموديل من خلال ان هو بيبدا يقارن الانبوت لما يعني لما كان عندي المدخل اكس المخرج كان واي، يبدا هو بيعمل ستاتستيكال موديل بيقول لك والله بيزد على الكلام ده الرول هيبقى كذا. بحس بعد كده لما ادخل له انبوت هو عنده اوريدي الرول يطلع لي اوتبوت. فعشان كده المشين ليرنينج فيها مرحلتين: مرحله التريننج وبعد كده مرحله اللي هو الشغل بتاعها. تريننج يعني ايه؟ ان انا ازاي اللي هو المشين ليرنينج يعني ايه؟ تعلم الماكينه. فالمرحله الاولى هي التريننج، ان انا بدرب بعلم الماكينه.
انت بتغذيها بتشوف انت عندك بقى كام سيت اوف داتا، او يعني كام كيس انت هتغذيها بيها، وكل ما تغذي اكتر كل ما الاكيرسي تبقى اعلى. فتقعد تغذيها 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 تغذيها، والموديل اللي انت قاعد، وطبعا الموديل الديزاين بتاع الموديل ده برضو مش سهل، يعني في النهايه مثلا محتاج تقرر مثلا طب انا هستعمل نيورال نتورك ولا راندوم فورست ولا مش عارف ايه الالجوريزم شغال ازاي. فالمهم بتقعد تغذي فيها تغذي فيها، وبعد كده بعد ما غذيتها خلاص ويعمل تريننج، بعد كده تعمل لها تيستنج، تجيب شويه داتا مختلفين وتعمل لها تيستنج وتشوف والله الاكيورسي بتاعت الريزلت ايه. يعني ايه تيستنج؟ ان انت اوريدي عندك الاوتبوت فانت عارف المفروض الناتج يطلع كذا بس، وبتدي له هو الانبوت وتشوف هتطلع الناتج ايه، وتقارن الناتج المفروض يطلع بالناتج اللي طلع من الموديل، ومنها تقول والله والله الموديل ده بقت الاكيورسي بتاعته مثلا 95 98. طبعا كل مجال وليه المجالات السماحات بتاعته. ففي النهايه بينتج عنه ان والله خلاص بقى عندي موديل هو يعرف يعمل الموضوع ده، مش محتاج ان انا اعرف الرولز دي، اللي هي ده اللي مخلي الماشين ليرنينج يعني كان سهمها طالع قوي. ان وبعديها طبعا في حاجات غير الماشين ليرنينج بقت قديمه دلوقتي خلاص، وساون تايم دلوقتي في الديب ليرنينج ريانفورسد ليرنينج، في حاجات ثانيه كتير ولا سوبرفايزد فيرسز ان سوبرفايزد ليرنينج والكلام ده. بس بسم الله الرحمن فده اللي مخلي سهمها طالع، ان انا مش محتاج ان انا اعرف. يعني على سبيل المثال يعني من الحاجات اللي بدأوا يعملوها في الطب، عن الابلكيشن بتاعت ماشين ليرنينج في الطب، لو تسمع عن اندرو نيج ده اللي هو ده في ستانفورد، ده يعتبر يعني من الناس اللي هم يعني الكبار او بتوع ماشين ليرنينج، هو اللي عامل كورسيرا اصلا. دي حاجه ده اللي هو يعني النشاط الاكسترا كريكولر بتاعه، ده هو في وقت فراغه كده عامل كورسيرا ان شاء الله، او المؤسسين بتوع كورسيرا، ما اعتقدش ان هو لوحده. فالمهم عملوا الكلام ده في مجال الاشعه في الطب، جاب اشعات وبدا يعمل تريننج للموديل، ووصل لمرحله ان هو خلاص بدا الاكيورسي بتاعته تفوق الاكيورسي بتاعت الدكتور، ودي الحته اللي هي التيبنج بوينت اللي هي بعديها خلاص كده خلاص انا ممكن اعتمد على الماشين ليرنينج. اللي هو والله كان مثلا مش فاكر الرقم بالظبط، بس مثلا كفاءه الدكتور مثلا في قراءه اشعه الكسر 97% اون افريج. وانا فضلت اعمل تريننج للموديل تريننج للموديل تريننج للموديل لحد ما بدا يقدر يقرا الاشعه بكفاءه 98 كده، خلاص انا ممكن اكليم ان الموديل بقى يقرا احسن من الدكتور. طبعا ده ياخدك لخناقه فلسفيه تانية كبيره قوي بقى، طب والله هل الماكينه ستاخذ مكان الانسان وخلاص احنا بقى هنقعد بقى افلام الابوكاليبس بقى كلها والكلام ده، دي قصه تانية. يعني اغلب الاراء اللي قراتها او سمعتها، يعني كان حتى الراجل اللي هو كان مش فاكر اسمه ايه، اللي هو الكو فاوندر بتاع لينكد ان، مش فاكر اسمه، ما علينا اسم الكتاب حتى مش فاكر، الزهايمر معلش، كان فيها معنى. يعني هو بيقول لك حاليا احنا مش في مرحله ان الاله هتعمل ريبليسمنت للانسان، لا، او الداتا هتعمل، لا، هو حاليا اللي هيحصل ان ما زالت السوبرفيجن او الاشراف بتاعك ما زلنا محتاجينه. فاللي هيحصل هيحصل شرينكينج جامد للعدد بتاع الناس. نعم، الحاجه للمراقبه او كده بتقل كل شويه. بالظبط، عارف عامله زي ايه؟ عامله زي مثلا اول ما اخترعنا الاوتوكاد، فكان في الاول مثلا عندك 50 واحد بيرسموا بايديهم، بعد كده جه الاوتوكاد بدل ما بقوا 50 بقوا 10، ان خلاص بقى ممكن اطبع لوحه مره واثنين و10 واعدل في اللوحه بسهوله والكلام ده. جه بعد كده البيم خلى ال10 دول اثنين، ان هو مجرد ما بتعمل الموديل انت هتعرف تطلع مقاطع وشوب دروينجز وشقلبظات من الموديل وخلاص على كده. فهي دي الفكره. الناس دي بتروح فين؟ بتروح في اماكن مختلفه بقى في الماركت، وعلى حسب سرعتهم في ان هم يعملوا ادابتنج ولا لا، يا اما هيطلعوا يا اما هينزلوا، دي قصه ثانيه. طبعا الماركت يعني بتبقى اكثر توحشا مع الوقت. طبعا يعني كان زمان مثلا بيحصل اللي هي الرجه في كارير الناس، يا اما مره في حياتهم يا اما ما بتحصلش اصلا. دلوقتي لا، انت محتاج ان انت يعني تبقى بيسموها الكونتينوس ليرن، لو انت في فتره بطلت تتعلم هتقع، ان تقول لا خلاص انا اتعلمت وخلاص الباقي كله بالخبره بتاعتي والكلام ده. لا، الموضوع بقاش خبره، الموضوع في مجالات جديده بتفتح عليك. يعني دلوقتي مثلا راجل بتاع مدني، انا مالي ومال الماشين ليرن والكمبيوتر ساينس والكلام ده؟ لا خلاص، ده بقى يعني من الحاجات شويه من الحاجات الاساسيه. احنا زي زمان كده لما كنا بنقول ما ازاي باحث ما يعرفش بروجرامينج، دلوقتي بيقول لك ازاي باحث ما يعرفش يعمل داتا اناليسيس. فهي يعني هو الدنيا ماشيه في الاتجاه ده، بس ده اظن خارج السياق يعني، معلش للاسف خرجت. لا لا لا، ده ممتاز، ده هو ده اللي احنا عايزين نسال فيه. الو الو،
يعني طب ايه لا اكبر معرفش هو مخاطر الكواليتي او ايه الحاجات اللي انت واضحة من مهتم اللي انت فيه، بس بيها المشكلة دلوقتي دي له دقيقة كده. نعم؟ في العلوم؟ ايه اللي حضرتك شايف في العلوم بتاعت المستقبل، او ايه الحاجة اللي الواحد ممكن يركز عليها في المستقبل في مجال لا عمر التصميم؟ معلش قول تاني، انا مش سامعك في سوري. مجال الكونستراكشن ايه اكتر حاجات حضرتك شايف ان الواحد المفروض يركز عليها؟ عمر قول تاني معلش، انا اسف في صوتك مجال الكونستراكشن ايه الكونكشن اكتر ضعيف عندك حاجات او مش حضرتك عارف، ما اظنش عندي يعني، اظنها عندك. مش في مجال الكونستراكشن ايه اكتر حاجات حضرتك شايف ان الواحد المفروض يهتم بيها؟ كايه على حسب، انت بتتكلم في اندستري ولا اكاديميا ولا لا بتتكلم لا في ايه بالظبط؟ خلينا في مجال الكونستراكشن وبعد كده نشوف الاكاديمي. والله مجال الكونستراكشن برضه يبقى على حسب. يعني لو انت شغال في شركه السكيل بتاعها صغير، فاحنا بنتكلم وانت برضه على حسب برضه مكانك الوظيفي، انت خريج جديد، خريج قديم، كلام من ده. فمبدئيا طبعا اللي هي السوفت ويرز طبعا دي باكج اساسيه. والله مثلا انا راجل مثلا بتاع الكونستراكشن مثلا، شرعا لا يجوز ان اقول انا بتاع كونستراكشن ما اعرفش بريمفيرا مثلا، ريفيت، مش عارف ايه الكلام ده. فدي مبدئيا كده اللي هي الستارتر باك، اللي هي مبدئيا عشان تعرف تشتغل في الكونستراكشن. والله بقى انا اشتغلت في شركه مالتي ناشونال كبيره، كوربريت، كلام من ده. احنا بنتكلم على سكيل تاني، ان الشركات دي عندها القدره في مثلا في الار ان دي بتاعها والكلام ده، ان هي تعمل حاجات مرعبه. بس ساعتها لا، ممكن اقول لك مثلا لا انت محتاج تتعلم تخش على كمبيوتر ساينس، تلاقي نفسك قربت من الاحتياجات بتاعت الريسيرش. يعني مثلا اديك مثال، مثلا عندنا مثلا في الجامعه هنا مثلا في ريسيرش جروب شغال على الكمبيوتر فيجن. كمبيوتر فيجن اللي هو ايه؟ ازاي اخلي الكمبيوتر يشوف؟ ازاي اخلي اللي هو ايه؟ الكمبيوتر يديله ياخد صوره ويعمل لها اناليسيس. تمام. اللي هو مثلا كان في بروجكت شغالين عليه اللي هو الدرون بيطلع والله بيصور الموقع النهارده ويصور بعد اسبوع. هو من الكمبيوتر لوحده من خلال الصور هو بيعرف يعمل ابديت للسكان. هو تمام خلاص يعني هو بقى يعرف يقرا. عايز بس اتاكد ان انا فهمت الموضوع ده صح، ان هو كل مثلا اسبوع بيطلع بيصور بالدرون ديت الموقع كله، وبعد كده بياخد الداتا ديت ويحولها زي جدول زمني ويبدا يظهرها في قلب البرمطيره ويعكسها تاني في نفس وركس. مش عارف اذا كان بيزرع في البريمافيرا ولا لا، بس اظن دي يعني ده الجزء السهل. يعني هو الجزء الصعب ان هو يعمل اناليسز للصوره. لو انا حضرت نفس وركس ممكن اخليه يعمل سنكرونايزيشن مع البرمجيرا. ما صراحه ما اعرفش الابلكيشن ده مش الشغل بتاعي انا، بس انا اعرف الشغل اللي شغالين فيه. فبقول لك بس هو الجزء التريك الصعبه ان هو يعني يعرف يطلع الداتا من الصوره. مجرد ما طلعت الداتا بقى تدخلها بريمافيرا في نيفيس ووركس في ريفيت، دي الجزء السهل ده. يعني مجرد يعني ليبر انتنسيف شويه بس ده سهل. انما الجزء اللي هو الانوفيتيف او العلمي الفظيع في الموضوع هو كان ازاي اخلي الكمبيوتر يعرف يقرا الصوره دي بس. فده دي حاجه مثلا هتقعد الاخوه المهندسين الموقع في البيت تمام. بقى، بس طبعا بشكل بريت مختلف، شكل مختلف يعني. لحد ما مثلا طبعا برضو بحسب برضو التكنولوجي وثمن التكنولوجي وتكلفه الحاجات دي قد ايه. يعني انت خلي بالك انت يعني في دكتور مصري مهتم ايه؟ بالموضوع دوت وعمل الموضوع دوت، في دكتور مصري عمل الموضوع دوت اللي هو دكتور هاني صلاح عمر، عمل فعلا موضوع الكرين ويصوره ويحوله البرمجيرا والكلام دوت شغال عليه. ما انا بقول لك يعني بص، انت لو انت اشتغلت في شركه كوربريت كبيره قوي مالتي ناشونال، بتلاقي شغلك بقى قريب من الريسيرش، ان هو عنده من المساحه من الموارد والمساحه من الشغل انت تعمل الكلام ده. فلو هنخش على كلمه شغل الريسيرش، الشغل انت تزاوج كبير قوي ما بين حاليا يعني الناس الجامعات القويه هتلاقي شغل الريسيرش اغلبه تزاوج ما بين الكمبيوتر ساينس والكونستراكشن. ده خلاص يعني ما حدش هيخترع طريقه سكادلنج جديده يعني غالبا. يعني ما عادش اقول والله لا السي بي ام دي وحشه تعالى نعمل حاجه جديده، ما هي سي بي ام شغاله وحلوه وجميله خلاص. حد تعالى نعمل طريقه جديده للكاش فلو، لا مش بتاعتك. فغالبا بتبقى حاليا الاتجاه كله اكتر في تزاوج، وده عامه ده اتجاه عالمي في كل علم في الدنيا دلوقتي حسب اظن العلم المتواضع برضو. يعني بقت اللي هو الديسيبلين الواحد ده خلاص، لا كل حاجه بقت مالتي ديسيبلينري خلاص. يعني هو دلوقتي لا انت لازم تكون ده وحاجه حاجه. الناس اللي هي دايما اللي هي دلوقتي توب في الكارير بتاعها ومطلوبه، هو دايما بيزاوج ما بين مجالين. فانا والله انا بتاع الكونستراكشن مثلا وبفهم في البابليك بوليسي مثلا، انا بتاع مش عارف ايه،
ده خلاص بقى ده التريندنج دلوقتي، ان يعني المجال لو ما بقاش فيه حاجه اسمها مجال يقدر يعيش لوحده. فبقول لك يعني في حاليا في الكونستراكشن لا، يعني هو بقى اغلب الشغل بقى الكمبيوتر ساينس، زي مثلا موضوع الكمبيوتر فيجن ده، خدوا الكمبيوتر فيجن من قسم بتاع الكمبيوتر ساينس حطوه على الكونستراكشن. انا مثلا انا واخد جزء من الاكسيولوجي، ده ملوش علاقه خالص بمدني، ده يعتبر تبع الكليات اللي هي هيومن ساينس، الكليات الادبيه، وخدته وحطيته عندي. الاقتصاد ده برضو بره الهندسه خالص، خدته وحطيته عندي. فهي حاليا ده الهوت توبيك. ما اعرفش كان الموضوع ده يعني يهم الناس ولا لا، كحاجه جانبيه، بس هو موقف يعني حصل مع طالب عندي، يعني هو كان حصل مع، هو لسه حكي لي امبارح يعني. كان هو يعني هو كان اشتغل في الكونستراكشن فتره وعمل بي ام بي وكده، يعني مثلا اقول مثلا بقاله مثلا بسم الله الرحمن مثلا 6 سنين في السوق مثلا ولا حاجه، او 5 سنين. فهي مرحله اللي هي اللي بيسموها الميد كارير، انت خلاص انت ما بقيت تترقى في الكارير. فكان اللي هو يتعلم ايه، السؤال اللي هو بتاعك هيتعلم ايه، فقعد يقول لي انا هعمل ماجستير ومش عارف ايه والكلام من ده، وهياخده اونلاين والكلام من ده. قلت له يا ابني يعني انت بترمي فلوس على الارض، يعني انت فلوس على الارض، ان هي انت خلاص يعني انت ماجستير في الكونستراكشن يعني فيرسز البي ام بي، الاثنين قريبين قوي من بعض. يعني انا مثلا انا واحد من الناس، انا درست في هندسه القاهره الشباب بتوع الكريدت اورز، فعندنا في كريدت اورز هندسه القاهره في ناس بتخصص كونستراكشن. لا هات لي عيلين وحوش من بتوع كونستراكشن دول بتوع هندسه القاهره، انا نافس بيهم طلبه الماجستير اللي هو بيتخرجوا الماجستير من يونيفرستي اوف الينوي. يونيفرستي اوف الينوي رقم واحد الاثنين على مستوى العالم في السيفل انجينيرنج ومش عارف ايه، هات لي عيلين من عندي من هندسه القاهره ينافسوا. يعني ودي برضه يعني شهاده حق، في ما اقدرش اقول في اي حد غير هندسه القاهره، مش حبا وتعظيما وتبجيلا في هندسه القاهره، بس دي اللي انا جربتها، فانا ما اقدرش احكم حاجه غير اللي انا جربتها. مستوى الطلبه بتوعنا بتوع البكالوريوس قوي، يعني لو واحد بيذاكر ومهتم وبيدي مجهود، مش بينقل بقى شيتات ومقضيها والكلام ده، لا مستوى الاندر جرادويت عندنا او طلبه البكالوريوس قوي، لا وعيال تقيله وتنافس بشكل لا باس به بشكل عام، وطبعا خصوصا طبعا في السيفل والكونستراكشن والكلام ده. طيب بالنسبة للمجال الأكاديمي، إيه الحاجة اللي حضرتك شايفها المستقبل دلوقتي؟ أكاديمي في مصر ولا بره مصر؟ لا، في بره مصر. هو المستقبل كله بره. لا والله يعني بص، يعني هي ميزة، عارف ميزة الحاجات بتاعة الكمبيوتر ساينس والحاجات دي، إنها إدت مجال بربع جنيه للناس اللي ما عندهاش إمكانيات مادية قوية. يعني مثلا حاجة مثلا زي الداتا أناليسيس، مثلا البيج داتا، أنت محتاج إيه؟ محتاج كمبيوتر بس صحته كويسه ومش عارف ايه والكلام من ده، وانت تعمل الريسيرش، انت تعمل ديفلوبمنت الالجوريزم الكلام ده. فبقيت تقدر يعني مثلا كان حد بيتكلم معايا في فكره انا ما اعرفش كانت اتطبقت ولا لا للامانه، يعني ممكن يكون في ريسيرش وثبت انها غلط، انا ما اعرفش ان هي بره مجالي، بس كانوا بيتكلموا على التصميم الانشائي. فبقول لك ما تيجي نعمل تصميم انشائي بالماشين ليرنينج، نفس الكلام، نقعد ندرب مثلا المبنى على اسف ندرب الموديل على مباني، وهو بعد كده يطلع ديزاين عن طريق التريننج ده بس. في حاجه زي فتخيل مثلا ده مثلا، فانت كل شغلك مثلا لو انت هتعمل مثلا الفكره دي مثلا على الماجستير بتاعك مثلا او البي اتش دي بتاعتك في هندسه القاهره، فانت خلاص انت مش محتاج غير لابتوب صحته كويسه شويه خلاص على كده. بينما زمان بقى انت كنت محتاج معامل وتكسر مكعبات وشوف بقى والميزانيه ومش عارف ايه ولا مش مسموح لك اصل المعمل والله شغال في مش عارف. فاظن يعني بقى بالذات لو انت ناحيه الموديلنج والكلام ده اكتر، يعني اظن بقى ليك متسع اكتر انك تعمله في اي حته، فدي يعني حاجه كويسه. اما عامه لو انت بتتكلم عامه على الريسيرش بشكل عام في الكونستراكشن، فزي ما قلت لك يعني هو حاليا يعني اشك ان انت ينفع بتاع الكونستراكشن بس، يعني بالذات لو بنتكلم على جامعات كبيره. طبعا لو جامعه صغيره يعني ممكن تقلب اي حاجه في الخلاط كده وخلاص، انما يعني لو حاجه تقيله اظن دايما تزوج بين حاجه وحاجه. يعني حاليا يعني مفيش حاجه اسمها تخصص حاجه واحد بس قوي، لا لازم تكون يعني مالتي ديسيبلينري. يعني زي ما بقول لك مثلا الناس بتوع الكمبيوتر فيجن دول بيزوجوا الكمبيوتر ساينس، تخصص الكمبيوتر فيجن مع الكونستراكشن. انا والله انا بزوج مش عارف اقتصاد على اكسيولوجي على بيج داتا مع الكونستراكشن مع السستينابيلتي. فكل واحد يعني مثلا شغالين مثلا ناس شغالين بال NLP اللي هي الناتشرال لانجويج بروسيسنج، اللي هو ازاي الكمبيوتر يعرف يفهم الكلام المكتوب.
انا مثلا والله مثلا انت راجل مثلا بتاع انسبكشن مثلا بتعدي مثلا على كوبك انفراستراكشر مثلا بتعدي مثلا على الكباري وتبص والله الصيانه اخبارها ايه ومش عارف ايه والكلام ده وتكتب ريبورت. طب والله الكمبيوتر ازاي يفهم الريبورت ده ويطلع منه ازاي الشغل ويطلع منه تعليمات ازاي ويطلع منه شغل ازاي؟ فده برضو تخصص. فانت دلوقتي جبت والله برضو حاجه من الكمبيوتر ساينس اللي هي الان ال بي ودخلتها في الكونستراكشن وهكذا يعني. تمام، يعني الواحد المفروض مثلا يبقى دكتور مهندس مثلا او مهندس مبرمج، يعني ما ينفعش حاجه واحده. ده لو انت راجل بتاع اكاديمي يعني، لو انت راجل بتاع اندستري لا حتى في يعني الشغل حتى عشان الواحد ينافس، حتى في الشغل عشان الواحد ينافس، يعني ممكن معماري ومعاه استدامه مثلا، او معماري وعنده معاه اداره مشاريع، يبقى حاجتين مع بعض. هي عامة يعني بص بالذات بقول لك في السكيل الكبير يعني في الشركات الكبيرة الكلام ده بقت ان انت تبقى مالتي ديسيبلينري ده بقى شيء مغري، ان الدنيا كلها بقت مفتحة على بعضها. يعني لسه مثلا كنت بتكلم مع بروفيسور بتاع بيزنس فكنت بساله على حاجه كده يعني، فجيت كلام في الام بي ايز فقال لي يعني بينا وبين بعض كده يعني الام بي اي في حد ذاتها كام بي اي دلوقتي يعني مش انت مش هتتعلم قوي ومش هتديك فايده قوي unless ان هي بقى مثلا حاجه من حاجه براند بقى، رحت مثلا هارفرد مثلا اللي هي الاتش بي اس هارفرد بزنس سكول ساعتها خلاص انت والله لو يعني كنت بتعلم هناك الف ارنب به بطه مش فارقه يعني، هو في النهايه انت راجل معاك ام بي اي من هارفرد فانت خدت البراند. انا بقى لي غير كده حاول دايما تبص على حاجه مثلا حاجات اللي هي بتبقى تخصصيه ومالتي ديسيبلينري، يعني مثلا ام بي اي مثلا في اداره المستشفيات انت مثلا راجل دكتور مثلا عشان تشتغل مدير مستشفى فام بي اي في اداره المستشفيات لا ساعتها دي تبقى عظيمه. ام بي اي مثلا مركزه في الكونستراكشن خلاص عشان مثلا تخلصها مثلا وتبقى مثلا مدير القطاع مثلا بتاع الشركه بتاعتك كلام من ده. فهو عامة يعني ده اللي جاي مال ديسيبلينري يعني بقى ما بقاش في حاجة اسمها تخصص لوحده يعني، يعني حتى بعد كده الكورسات نفسها يعني بقت داخلة في بعضها. يعني مثلا من كام سنة مثلا ما كانش في حاجة اسمها مثلا مدني مثلا يتعلم بروجرامينج، دلوقتي لا الناس في إعدادي بيتعلموا بروجرامينج، الناس تخش أي مجال أيا كان معاك البروجرامينج فبقى تول. مثلا الماشين ليرنينج دلوقتي دي بقت تول ما بقتش حاجه اسمها ما بقتش يعني دلوقتي دي تول، ودلوقتي اصلا بقى فيه ناس بقوا يعملوا انترفيسز وكلام من ده يعني اظن يعني انا شفتها في الداتا فيزواليزيشن بس ما شفتهاش في في الموديلنج نفسه، بس دلوقتي يعني بيعمل شغل من غير ما يبرمج سطر واحد انت والله هو هي بلاتفورم على زي ويب سايت وتعمل لها ابلود والله بيطلع لك الشغل كله مش عارف ايه وهو بيعمل لك فيزواليزيشن كلها اوتوماتيك مش محتاج تعمل بروجرام بس. تمام. طيب انت حضرتك بدأت في البرمجة ازاي، وايه اللغات اللي انت مهتم بيها؟ لا مفيش حاجه اسمها انت ايه المهتم بيه، انت حسب عاوز تعمل ايه يعني كل حاجه وليها سكتها. يعني مثلا انت راجل بتاع احصاء مثلا فاحصاء مثلا بطل العالم في الاحصاء يبقى ار في البروجرامنج، الار مشهور جدا وقوي جدا. ار اللي ما يعرفوش هو شبه الماتلاب بس هو يعني الار قوي يعني مشهور جدا بالاستاتستيكال باكجز بتاعته فظيع. يعني مثلا اشتغلت عليه مثلا قبل كده مثلا كنا بنعمل اناليسيس للصور بتاعت الجي اي اس مش اسمه جي اي اس جي اس البرنامج اللي هو بتاع بتاع المدن. فكنا بناخد منه الخرائط نفسها ونقسمها بالبيكسل ونطلع منها ديتا والكلام من ده. فده كان جزء مثلا في احصاء انتنسيف بيج ديتا مثلا بشكل عام انت عاوز تعمل ديتا مثلا ماشين ليرنينج كلام من ده بايثون يكفي. ساعات في قليل من الاحيان بيستعملوا الار يعني لو حاجه بقى فيها يعني ستاتستيكال موديل معقد شويه، بس البايثون يعني اغلب الناس تشتغل بالبايثون. والله مثلا شغل مثلا مع سستينابيلتي مثلا مش عارف ايه الكلام من ده يعني، او عامه شغل عام الماتلاب يافي يعني عايز عاوز تعمل مثلا اوبتمايزيشن موديل مثلا فاوبتمايزيشن يعني ممكن بايثون يعملها ار يعملها ماتلاب يعملها على حسب التعب. يعني ونظريا انت لو اتعلمت لغه الباقي سهل يعني، انت الفكره انك تفهم الافكار العامه الافكار الاساسيه زي مثلا ان انا ازاي اعمل لوب ازاي اعمل مثلا هيورستيك ازاي لو ازاي اعمل ايفزن ستيتمنت مثلا فانت خلاص لو فهمت الفكره نفسها الباقي كله مجرد سينتاكس مختلف. يعني مثلا بدل ما بتكتب السطر ده مثلا اف مش عارف ايه كذا ذن كذا بتقول اف مش عارف ايه فاصله والسطر اللي بعديه تقول ذن كذا. ده الفرق بين اللغه دي واللغه دي اللي هو بس طريقه الكتاب الستايل بتاع الكتاب فانت تتعود عليه. يعني مثلا الماتلاب يعني حتى البايثون نفسه
لا بقول لك ايه، طب انا اعمل لك الانترفيس بتاعك شبه الماتلاب ولا شبه الار ولا شبه، هم كلهم شبه بعض، مجرد بس سينتاكس مختلفه. فلو انت هتتعلم اي واحده، لو انت يعني لو انت تايه اتعلم في اي واحده، لو انت مش تايه وعارف انت عايز ايه يبقى اتعلم اللي هي هتفيدك. انت مثلا راجل بتاع داتا خلاص اشتغل على بايثون. الناس اللي مهتمه بالموضوع ده كان دكتور سيف فطين، هو استاذ دكتور عندنا في قسم الكيمياء هندسه القاهره، كان عامل صراحه بلاي ليست لطيفه قوي، يعني دي اللي انا بدات اتعلمت منها بدايه، يعني بلاي ليست على اليوتيوب الماتلاب، وكان بالشرح بالعربي وكان شغله نظيف قوي، يعني دي خلاص 10 فيديوهات كل فيديو مش عارف ساعه، خلصتها خلاص كده بقيت اعرف اعمل اي حاجه بالماتلاب وخلاص. بعد كده والله طب ايه ده بايثون، بتبقى خلاص انت فاهم بقى، يعني الفرق بس في السينتاكس، وانت بس بتشوف لك فيديو كده ساعه ساعتين اللي هي البيزكس الفوارق، بعد كده الباقي يعني تسال العلامه الفهامه جوجل وتقول له والله البتاع دي بتتكتب ازاي في البايثون، هيقول لك بتتكتب ازاي سهل. تمام. طب حضرتك كنت بتذاكر ازاي بقى في جامعة القاهرة؟ حضرتك ما شاء الله كنت طالع جايب امتياز، لا ما اعرفش دي كل واحد ده يعني الزحمة الطريقة حاجه، في يعني الآخر كده. لا ما اعرفش، بس دي حاجه فيري كاستمايزبل، يعني يعني حد كل واحد يعني ليه طريقته ليه سكته، ما عنديش اجابه الصراحه. بس انت كنت بتذاكر؟ اقول لك اكيد كنت بذاكر، يعني لو قلت لك ان انا ما بذاكرش بقى وانا عبقري يبقى انا كذاب، يعني اكيد كنت بذاكر كتير يعني، بس ازاي يعني؟ لا ما يعني ما اعرفش كنت بذاكر مش عارف. اه كنت بذاكر، اه كنت بذاكر، كنت بتحضر، اه كنت بحضر، بس ازاي دي مش عارف. يعني بعد ما خلص المحاضرة تقعد تراجع الحاجات اللي انت كاتبها وكده. وانا يمكن كنت بعمله دايما يعني، بس ما اظنش يعني ان دي الحاجه الفاصله، يعني بتعمل حاجه اسمها الزتونه، او اصحابي كانوا بيسموها الزتونه، كانوا بياخدوها دايما يصوروها مني، اللي هو كنت بعمل كده ملخص للمنهج كله مثلا في 20 ورقه فلوس كاب كده مثلا، ولا خلاصه المحاضره على السكشن على المسائل بتاعت الاسايمنت على مش عارف ايه، دي اللي بسميها، كان هو بيسموها الزتونه. بس فدي كاتب وخدها دي كده بذاكرها، ما بذاكرش حاجه غيرها دي مجرد. لو بس يعني في ناس يعني اظن بتجيب امتيازات من غير زتونه عادي، يعني ما اعرفش ده والله. يعني انا عارف انا كنت طالب اللي هو يعني سيستماتيك عادي، يعني اللي هو الطالب المؤدب اللي بيحضر وبيحل الاساينمنتس ومش عارف ايه عادي زي اي حد، يعني ما اظنش ان فيها مين أهم ابتكار عندي يعني. الدكاترة اللي حضر فاكرهم في الجامعة؟ نعم مين أهم الدكاترة اللي كانوا معاك في الجامعة؟ جامعة القاهرة، اهم من ناحيه ايه مش فاهم أو يعني اللي يعني. حضرتك فاكرهم؟ لا في يعني على حسب برضه انت بتتكلم في انهي جزئيه، يعني مثلا في ناحيه مثلا التعامل الانساني مثلا كان دكتور حسن رشدي مثلا بتاع الفيزيكس مثلا، ربنا يبارك له، يعني انا اذكر له موقف لطيف قوي صراحه، كان ساعتها الطلبه عملت مشاكل يعني وقرف في المحاضره وكده، بس فاحنا طبيعي الديفولت ان احنا بقينا قلقانين الراجل ده هيزعلنا في الامتحان، فانا صراحه سالته كده، فصراحه اجابته صراحه يعني معلمه في دماغي لحد دلوقتي يعني، ويعني انا شايف يعني دي يعني واحد مثال يحتذى بيه لما يبقى دكتور، يعني قال لك يعني انا لو حطيت عقلي بعقلك وان انا يعني حبيت اعلم عليك في الامتحان يبقى انا انسان مريض، يعني انا لما احب استعرض نفسي استعرض نفسي على دكتور زيي، انما استعرض نفسي كنت غلبان بس. وبعدين فكره العقاب الجامعي اللي هي فكره يعني في حاجات اصلا يعني في فكرنا احنا اصلا يعني هي اخلاقيا وشرعا ومش عارف ايه غلط، اقول لك المستوى في الظلم عدل، ويقول لك كانه مثلا بيقول لك حديث صحيح يعني. لا يا عم مش عادل، تاخد ناس في الرجلين وتاذي ناس، طب ليه يا عم؟ بس على الناحيه طبعا مثلا في الكونستراكشن مثلا دكتور هشام عثمان، طبعا هو كان الادفايزر بتاعي اصلا في الماجستير يعني، ما شاء بس الله يعني ربنا يبارك له. ما شاء الله. بس طيب انا احنا كده خرجنا بره البيم قوي. لا، هنرجع للبيم، هنرجع انا للبيم. ما عنديش مشكله يعني، بس انا حاسس ان ده اوت اوف سكوب يعني. لا، هنرجع للبيم ان شاء الله. بس كان عندي سؤال، هل من رأيك ان نرجع التعليم لو اتحسن ده هيحسن الدولة نفسها، او هيحسن عامل النمو الاقتصادي لو احنا حسننا التعليم؟ بص مبدئيا بس السؤال ده والكام سؤال اللي قبليه دول اللي بره البيم ده مجرد اللي هي فقره الهري والهري الاخر، انا مش متخصص، ده مجرد راي شخصي يعني. يعني مثلا لو بنتكلم في البيم لا قول مروان قال كذا وحطها بين كوتيشن ماركس مفيش مشكله خلاص دي على ضمان، انما دي انا مجرد مواطن عادي غلبان بقول لي بدلوي.
عشان بس ايه حرام الناس ما نتسوحش معنا. بص يعني انا في رايي، انا في رايي المتواضع يعني فكره الاختزاليه غلط. يعني الاختزاليه اللي هي ايه؟ تيجي واحد يقول لك بص انت عارف مشكله البلد دي ايه؟ كذا. لا يا راجل اللي هو يعني انت يعني شكل واحد بيقول لك كمان صاحبنا كان بيتكلم بقى لو لا مشكله البلد ايه؟ حاجه بيهيفير سلوك معين للناس يعني. فقلت له يا ابني انت لو واحد بتاع انثروبولوجي ولا بتاع سوشيال ساينس شافك هيقطع شرايينه باللي انت بتقوله ده. يعني انت ما كانش حد غلب يا ابني لو هي مشكله مش عارف ايه كذا. يا جدعان لا انت بتقول التعليم حاجة طب ما نعم الاختزال ان هو يختزل الموضوع كله. بالظبط. هي الفكره كمان يعني سبحان الله انا كنت لاحظتها بس دي ملاحظه شخصيه ممكن تكون غلط يعني، ان دايما الاختزال ده بينتج عن كل واحد شايف ان هو مجاله ده اللي هيصلح العالم. انا شفتها كذا مره يعني عصام حجي عشان هو راجل بتاع علم وريسيرش ومش عارف ايه فبيقول لك بص هو البحث العلمي هو خلاص يعني دي لعبته، فهو قاعد يقول لك البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي. في حاجات تانيه حضرتك طب ما ايران يعني مثلا ايران قويه جدا في التعليم اخبارها ايه؟ ايه رايك في ايران؟ انت عاوز تبقى زي ايران؟ يجي مثلا واحد يقول لك لو حد مثلا اكتيفيست مثلا يقعد يقول لك الحريه ومش عارف ايه يا راجل. هتلاقي مثلا واحد ليه مثلا واحد صاحبي مثلا كان شغال كونسلر ليه علاقات زوجيه ومش اسريه ومش عارف ايه الكلام ده يقول لك بص احنا بس لو ظبطنا موضوع الاسره ده البلد هتتعدل. تلاقي واحد تاني برضه صاحبي يعني كل اللي بقول لك كل اكزامبل بقول لك عليه ده شفته بعيني يعني. واحد برضه كان شغال مع اللي هي الجمعيات الاهليه والان جي اوز والكلام ده قال لك بص احنا بس نقوي المجتمع الاهلي نشوف بقى يحصل لها ايه. انما يا جماعه ففي النهايه كل واحد بيختزل حسب رؤيته للعالم، انت بتشوف العالم من نظارتك انت. يعني انا اشك فيك يا عمر انت شايف ان البيم هو اللي يصلح حل العالم طبعا اظن فتظن ذلك يعني. هو ده اللي يعمل الديمقراطيه في البلد. شك الديمقراطيه والكلام الفاضي ده، انا بتكلم عامه يعني هو فكره هو اصلاح العالم يعني ممكن اشك فيك انت شايف ان اللي يصلح العالم هو اللي بيم. ف انا لا هقول لك فكر انك حاجه، تختزل ده مش صح يعني. هقول لحضرتك حاجه، في ناس جم قبل كده قعدوا معايا وقالوا لي احنا عايزين نعمل مشروع بيم، كان معاهم كذا مشروع وعايزين يعملوا بيم، وانا قلت لهم لا ما مش هعمله لكم بيم، يعني الانسب ليهم ان هو ما تعملش بيم. على سبيل المثال، الو 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 سامعني؟ الو 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 عمر انا مش سامع حاجه عمر، ايوه انا انا سمعت سامعك، من اول ناس قعدوا معايا وبعد كده صوتك اختفى. انا سامعك كويس. الو لا صوتك الو الو ايوه حبيبي ايوه اتفضل. طيب انا اقول لك حاجه، كان في ناس جم وقالوا لي احنا عايزين نعمل مشروع بيم، وانا قلت لهم لا يعني انسب ليكم المشروع ده ما تعملش بيم خالص، تمام؟ لاكثر من يعني، في مره من المرات كان هو عامل فيلا وعنده فيلا تانية فعنده كل المعلومات، فمش محتاج ان هو يصرف فلوس وعنده المخططات اوتوكاد والمشروع صغير، فما كانش ينفع. مره تانية واحد كان عنده عايز يقول ان الشركه بتاعته بتشغل بيم، فعايز كل المشاريع القديمه يصرف عليها ويحولها لبيم، فده بيصرف فلوس على حاجة مش هتدي له الفايدة اللي هيصرف عليها، يعني التكلفة أكبر. زي برضه أقول لحضرتك حاجة برضه في خصوص الاستدامة، لأن حضرتك أستاذ طبعا في الاستدامة وفي البيم وفي إدارة المشاريع في كل حاجة. في الاستدامة إحنا في قطر قال لك في مشروع المشروعات قال لك هتاخد نقطتين لو أنت عملت مكان للعربيات للعجل تركن، يعني العجل لو عملت لها مكان تركن هتاخد نقطتين بس تحط حاجة مثلا الناس تعمل شاور كده. ما ده مش يحصل، ما فيش حد في درجة حرارة 55 هيجي الشغل بالعجلة، فأنت كده بتصرف فلوس عشان تاخد نقطتين ومحققتش الاستدامة. لا هي دي مشكله تانية، مشكله يعني بشكل عام يعني سواء في الهندسه في الاجتماع اي حاجه اللي هي كوبي اند بيست، انت بتشوفهم عملوا ايه بتاخده زي ما هو كده بترميه عندك. دي قصه، دي مشكله تانية وقصه تانية زي فكره النجيله عندنا يعني. يعني انت النجيله دي انت جبتها منين؟ هم عندهم يا ابني النجيله هناك بتطلع طبيعي، انت هنا لا انت بتزرع نجيله وتقعد مش عارف تعمل رمله قبليها وتسقيها. هناك ما بيسقيش النجيله، هناك هي المطره بتسقيها يعني لما تكون ساعات بس يعني في جفاف جاي ولا حاجه بيسقوا كده وبيسقوش النجيله، بيسقوا الزرع الشجر كلام من النجيله سيبها هتموت تطلع تاني. احنا مش اخلاقنا النجيله خالص، احنا صحرا حضرتك نجيله مين؟ ف اللي هو مثلا السقف اللي هو البيوت اللي هي مسقف مايل دي يا ابني دي عاملينها عشان لما التلج ينزل ما يتراكمش على السقف، انت تلج ايه بس صلي على النبي. فساعات لا يعني احنا كوبي اند بيست لطيف يعني، كوبي اند بيست بقى برضه بيخش معاه اللي هي ازمه الهويه دي مصايب تانيه. ما هي فكره القبه برضو بتاعت المباني او المساجد او القصور ما كانتش موجوده في الدول الاسلاميه غير لما
دخلوا الشام وكان في مطره كتيره فلقوا الشكل دوت فبداوا ياخدوا الشكل دوت. وفي حاجات في الكود بتاع الليد ما تناسبناش، يعني هو بيدي درجات لو انت بعدت عن الصحراء، لو انت بعدت عن الغابات وبنيت جوه المدينه بيديك تقريبا 16 درجه لو انت بنيت قريب من الخدمات جوه المدينه. بينما احنا المفروض الكود بتاعنا يدي درجات للي يخرج بره المدينه ويبدا يعمر في الصحراء والحاجات ديت. مظبوط ولا؟ انا ما اعرفش صراحة، انت ممكن تبقى خبير في الموضوع ده، انا ما اعرفش ايهما افضل، انا ما اعرفش. طيب انا حضرتك مثلا بالنسبه للكود بتاع البيم، هل البيم اجباري في امريكا؟ لا ده على حسب الكونتراكت، يعني انت في النهاية انت العقد بتاعك معايا ايه؟ انت والله العقد بتاعك يعني انت لازم مش اجبار بيم من الدوله، بيم هو في اجبار حسب العقد. هي يعني انت مثلا تقول لك مثلا انت مثلا يعني انت مثلا بتعمل مثلا شغل مثلا مع الاي دوت مثلا اللي هي الالينوي ديبارتمنت ترانسبورتيشن اللي هي يعني انت عارف عشان امريكا فيدراليه فكل حته ليها قوانينها لوحديها، فاعتبر مثلا الاي دوت دي مثلا كانها مثلا وزاره النقل بتاعت ولايه الينوي مثلا. فلا هي ليها مثلا تقول لك مثلا انا مثلا الشغل يتقدم لي مثلا باستخدام البرامج الفلانيه، انا مثلا القسم بتاعي بتاع الهندسه مثلا كله بيستعمل بنتلي مثلا، فانت مثلا ما تجيش تقول لي والله اخد والله حاجات هي من شغل اوتوداسك، لا لازم تديني بنتلي. اقول لك اه لازم يكون الشغل مثلا يوزنج التكنولوجي دي والتكنولوجي دي خلاص ده اجبار عليك على حسب العقد. انا مثلا زي ما انت بتقول مثلا يعني بيت دورين ثلاثه ولا فيلا مش عارف ايه وتقول لي بين معيب، يعني البين بقى بيستعمل هو ما زال بيستعمل في الحاجات دي بس في حاجات ثانيه، هو بيستعمل اكتر في الماركتنج تمام. اللي هو مثلا زي مثلا النيفس وركس مثلا. يعني هل حضرتك تقدر تديني فايده للجزء بتاع الفور دي موديلنج والفيديو وهو بيطلع قدامك كده بتاع البنيه ومش عارف ايه؟ قال ليها فايده يعني عظيمه نظريا لا، يعني انت في النهايه انت لو انت اشتغلت سنتين في الفيلد خلاص انت هتعرف تتخيل مبنى في دماغك مش محتاج يعني. ولو انت عاوز تبص حاجه معينه خلاص ما 3 موديل يكفي، ليه 3 دي موديل يكفي؟ ليه البتاع بتطلع قدامك؟ دي بتبقى امور اكتر للماركتنج، ما ده برضه يعني تزوج الحاجات الاحتياجات نفسها. انا راجل بتاع ماركتنج محتاج اوري ده العميل مش عارف ايه الكلام، دي قصه ثانيه. وقد يكون ده سبب موضوع لو مثلا عاوز بيم عشان يبقى عنده 3 دي موديل وناخدك بقى مثلا فيرتشوال رياليتي تور بقى وانت تخش تلبس مدرسه فيرتشوال رياليتي وتتمشى جوه الفيلا ومش عارف ايه والكلام ده، دي قصه اخرى يعني. تمام. طيب بالنسبة لإدارة المشاريع، إيه علاقة إدارة المشاريع بالبيم؟ هل بتستفاد منها؟ اه طب إزاي؟ ده ما هو في النهايه انت في شغلك الشغل مثلا زي مثلا الكلاش ديتكشن مثلا اللي مثلا بتعمله مثلا، فالكلاش ديتكشن ده جزء من الكونستراكشن، ده جزء يعني هيساعدك في الريسك اناليسيز، هيساعدك في ديليز كانت ممكن تحصل انت تتجنبها، حاجات كتير جدا. جزء مثلا بتاع ال لو دخلت مثلا في الانفراستراكشرز مثلا، فمثلا ممكن مثلا بتعمل مثلا ترافيك اناليسيس، يعني مثلا الحاجات اللي بيديها انفرا وركس بس يعني المستوى يعني ضعيف شويه، بس مثلا بيعمل لك ترافيك اناليسيس، فكل الكلام ده بيوفر عليك في الديزاين، بيوفر عليك في الشغل يعني حاجات رهيبه يعني، بالذات في الجزء اللي هو بتاع البريميري ديزاين. فلا هي اكيد ليها تاثير. طب الجزء نفسه بتاع الكوردينيشن ده، كوردينيشن بالذات في الكونستراكشن بالذات في المشاريع الكبيره ده جبار، يعني اللي هو مثلا كانوا بيستعملوا الار اف دي اي اظن اللي هي راديو فريكونسي مش عارف ايه، مش فاكر ده خسر ايه بالظبط صراحه عشان ما ابقاش بفتي. هو كان بيستعمله عشان خاطر والله يعمل تراكنج للناس جوه الموقع وتراكنج الماتيريال جوه الموقع، والله اه انا عارف ان اللودر ده هنا واللودر ده هنا، بعد كده والله بيعملوا ليزر سكاننج اللي هو ليزر سكانر واقف مثلا عاوز مثلا ترفع مبنى كامل مثلا وما عندكش لوحه فبتعمل لها سكاننج مش عارف ايه. دلوقتي مثلا جه الكمبيوتر فيجن هيشيل الاثنين ويخش مكانهم. فلا هو طبعا لا ليه ابلكيشن كتير، بالذات بقول لك يعني بالذات مشكلتنا ان احنا دايما بنفكر في السكيل الصغير، مشروع صغير يعني مشروع دورين، مشروع عماره اربع خمس ادوار ده اصلا مش محتاج كونستراكشن مانجمنت بربع جنيه، هتعمل لي فيلا ده مش محتاج كونستراكشن مانجمنت. هي كونستراكشن مانجمنت يعني هي سكيل المتوسط فيما فوق بشكل عام بقى سواء بيم او اي حاجه ثانيه بس يعني. تمام. ايه نظريات الإدارة الحديثة اللي موجودة دلوقتي؟ يعني هل في تطور ولا لسه نفس الحاجات اللي كانت بتدرس في البي ام بي هي دي الأساس؟ يعني في أجايل، في لين، في في طبعا كلام يعني في اجايل وفي لين وفي بس دي بتبقى اكتر يعني على حسب نوع المشروع وعلى حسب نوع العقد في ظني، بس ده صراحه مش تخصصي قوي عشان ما ابقاش بفتي في حاجه ما اعرفهاش.
بس حسب فهم يعني، لا على حسب نوع الكونتراكت بتاعك، فانت بتحتاج تادبت موديل معين يعني. انت لما تكون ديزاين بيلد غير لما تكون ان انت والله لا انا هصمم تصميم كامل وبعد كده اقدم واخد العطاء ومش عارف ايه والكلام ده، تفرق فرق مثلا في الحاجات اللي هي البريف، مستوى البري فابريكيشن مثلا، بس انت مثلا بتقرر مثلا، فلا اظن ان في اختلاف يعني. بس هو حاليا بدأوا في مشاريع كتير ثانية في واحدة. قطر. اوكي تمام حاليا في بعض المشاريع في قطر بدأ يبقى إجباري، يبقى لين زائد بيم، يعني هو بيحاول يجبر بعض الشركات على أساس يشوف النتيجة بتاعتها هتبقى عاملة إزاي، هل هو فعلا هيوفر ولا لأ، إن هو يطبق اللين في المشاريع اللي موجودة في تبع أشغال. طيب في سؤال جاي بيقول إيه هو توجه البيم أكاديميا للتخصص المعماري؟ بالرأي يعني، لو اتكلمت هبقى بفتي يعني، هي عشان باب احترام التخصص يعني، ما او لتخصص التخصص المعماري يعني، انا ما اعرفش يعني، هو التخصص المعماري دي كلمة كبيرة قوي يعني. طب في النهاية انه جزء مثلا يعني، انت بتتكلم عن انه جزء يعني، مثلا الجزء المعماري مثلا الخاص مثلا بال 3 دي موديلنج مثلا، خلاص ما الريفت وصل، الريفت وصل من زمان. لو هنتكلم مثلا على الجزء بتاع الديزاين نفسه، ما اعرفش صراحة، ده بره التصميم المعماري، ده بره تخصصي خالص. والله اقدر اقول مثلا في الجزء بتاع 3 دي يعني، مور ذان ذات ما اعرفش، ما اقدرش افتح حاجه بره. في 3D، في 3D ماله في 3 دي؟ ايوه انت راجل، ايوه انت اللي تقول انت راجل بتعرف بتاع عيب. لا 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 لا، حضرتك ايه رأي حضرتك؟ في ايه؟ مش فاهم. هقول لك حلو جميل يعني، اقول لك ايه في السؤال. اكاديميا ممكن واحد مثلا يعمل رسالة في ايه الحاجة اللي ممكن يتخصص فيها او يعمل رسالة دكتوراه ماجستير فيها؟ لا صعب السؤال ده عمر يعني، سؤال يعني اوت اوف كونتكست خالص يعني. انت محتاج ان انا اشوف والله مثلا، محتاج مثلا اقعد اسبوع اشوف والله كل البروجكتس مثلا الفاندد من الان اس اف ومش عارف الجهات المانحه، وابدا اشوف والله. انت بتقول اتعلم علم تاني خالص، مجال تاني خالص يعني. ممكن اديك اجابه بس اديني اسبوع عشان اجيب لك اجابه للسؤال ده، بس انت بره تخصصي خالص يعني، تمام. انا ما فيش حاجه ما اعرفهاش. طيب حضرتك مثلا ايه هو الاي اف سي؟ نعم حضرتك كنت بتتكلم قبل كده عن الاي اف سي. الاي اف سي، الاي اف سي هو زي الستاندرد اللي بتعمل بيه الداتا موديلنج يعني. انت في النهايه بتقول والله انا بشتغل بيم، اهلا وسهلا. طب ازاي بقى؟ فدي بقى الجزء لازم تفهمه، اللي هو ان هو ازاي الريفت بيقسم الكلام ده مثلا يعني. في النهايه ازاي الريفت بيفهم ان ده باب، وازاي الريفت بيفهم خصائص ومش عارف ايه والكلام ده. فانا ممكن افهمها له بكذا شكل، بس في النهايه انا شغال ريفت وانت شغال برنامج تاني. طب في النهايه يعني ازاي هنتفاهم مع بعض؟ ازاي الداتا هتمشي من هنا لهنا؟ وانا لو عاوز مثلا اعمل اد ان او عاوز اضيف حاجه، ده هيتفاهم مع ده ازاي؟ فده الجزء بتاع الانتولوجي والكلام ده، اللي هو بوصلهم ازاي ببعض. فهنا بيجي الجزء حاجه يعني ستاندرد لازم تستعمله. فالستاندرد اللي بيستعمل اللي هو الاي اف سي، خلي سنه واحده اجيب لك، مش فاكر اسم اللي هو البتاع اللي عاملاهم، اظن انترناشونال بيلدنج مش عارف. سمارت بيلدينج، سمارت هي الشغل بتاع بيلدنج سمارت، فده الستاندرد حاليا. هو اوتو ديسك متبنيه، و اظن الباقي يعني اظن خلاص يعني، هو الاي اف سي بقى هو يعتبر موجود في المتسيد هذا الابلكيشن، الامر موجود يعني. في وبدأوا يعملوا حاجات في الانفراستراكشر يعني، الاي اف سي كمان في شغل انفراستراكشر بيتعمل، في اي اف سي بريدج، في كذا حاجه شغالين فيها. تمام. يعني كده ممكن نتبادل المعلومات مع البيم مع الجي اي اس. هو اي حد دلوقتي بيعمل بلاتفورم يعني، مثلا اللي هي في كذا حد بيعمل اللي هي بلاتفورمز اللي هي البيم 360 والكلام ده، الحاجات اللي على النت والكلام ده كله بيشتغل اي اف سي. ودلوقتي مش بمزاجه يعني، خلاص هو مجبر. ده في النهايه انا مش هجي لك غير لو انت كومباتبل مع البرامج اللي عندي. طبعا البرامج اللي هي في السوق المتسيده، السوق اللي هي الريفت والكلام ده، اي اف سي، انت غصب عنك لازم تشتغل اي اف سي خلاص. تمام. طيب حضرتك كنت بتقول داتا موديلنج، ممكن يعني تشرحها لنا اكتر؟ الداتا موديلنج، ما ايوه انا قلت أنا عاوز نزود ايه على انا قلت قبل كده. ايوه يعني عايزين نزود في المعلومات فيها. ايوه في ايه بالظبط؟ ايوه خليك دقيق شويه يا عمر. تمام. يعني الواحد دلوقتي ايه الاستفادات اللي هنعملها من الداتا موديلنج او التخصص دوت، او التخصص ده وصل لايه؟
بص، هو التخصص ده اكتر في الريسيرش، لا اما لو انت شغال في الريسيرش، اما انت شغال في الديفلوبمنت عشان تعمل الحاجات دي، يعني اما انت ار ان دي في شركه مثلا، او انت راجل بدا اكاديمي وتعمل ريسيرش في الكلام ده، فانت محتاج الكلام ده. لو انت شغال في شركه صغيره كلام من ده، فانت مش محتاج الكلام ده، انت يعني محتاج البرامج والكلام ده. داتا موديلنج يعني انت بقى عاوز تفهم الدنيا ماشيه ازاي. انت مثلا شغال مثلا في اوتوديسك مثلا وبتطور برامج، خلاص اهلا وسهلا اشتغل داتا موديلنج. انما مثلا انت شغال في مكتب مثلا كلام من ده، حاليا مش محتاج الكلام ده. انت مثلا عاوز بقى تنتقل مثلا وتشتغل مثلا في كوربريت كبيره مش عارف ايه وتعمل الكلام دي، قصه ثانيه. يعني الشركات الكبيره كلها بيبقى ليها يعني اد انز كتير جدا على البرامج، ودي يعني بتبقى اللي هي الكوبي رايت بتاعتهم، ما حد يطلعها بره ومش عارف ايه والكلام ده. فخلاص يعني هتلاقيهم مثلا مش عارف من زمان مثلا، تلاقيهم مثلا كانوا عاملين مثلا اد انز مثلا بيساعدوا مثلا في الحصر على الاوتوكاد مثلا مش عارف ايه كلام من ده، دي قصه ثانيه. ده جزء محتاج داتا موديلنج، اللي هو انك فاهم الدنيا ماشيه ازاي وازاي هتربط ده بده، والاي اف سي هتربطه ازاي، لو هتطلع من الاي اف سي اد ان لبرنامج تاني. بس دي تبقى حاجات يعني على سكيل شركات، مش على سكيل اللي هو العالمي بتاع السوفت ويرز والكلام ده. تمام. طيب بس البيرن على الاستدامه، الفكره انت عاوز تتعلم كل حاجه في اي حاجه، ده صعب يعني، لا لا مش لا، اكيد هتلمه كل واحد كله. انت في بيتخصص النهايه في شوف انت حاجه. عايز ايه وامسكه. كل واحد بيتخصص في حاجه او حاجتين. ماشي. طيب البيرن ممكن يفيد الاستدامه؟ مش عيب عادي. ايوه، ازاي او ايه البيم ممكن يفيدها وممكن يضرها حسب النهايه. في النهايه يعني البيم تول، يعني هي في النهايه البيم تول. والله انت استعملتها صح. انت مثلا والله مثلا لو خليت البيم مثلا، هو طبعا البيم طبعا بيساعد طبعا في الاستدامه. في اوضح حاجه مثلا الناس بتقول لك تخيل مثلا موضوع الهدر مثلا، فانت ما عندكش هدر مثلا، يعني مثلا نتكلم مثلا على الكلاش ديكشن مثلا، فهو شايف الكلاش قبل ما يحصل، فده كده الهدر ده اقل مثلا في الموارد مثلا، اقل في الوقت نفسه، اقل في الفلوس، اقل. وتاني زي ما قلنا الاستدامه في جزء منها فلوس، ف احنا طبعا الاستيريوتايب عندنا الاستدامه بيئه بس يعني. فده طبعا ده جزء واضح، فهو ممكن يساعد طبعا هي، بس تاني البيم هو تول. انت ما ينفعش يعني زي ما بقول لك، لو بقوله بتقارن ابلز باورنجز، دي حاجه ودي حاجه. البيم تول ممكن تعمل بيها اي حاجه، بينما الاستدامه دي يعني فاليو، خلاص دي حاجه ليها اتجاه محدد. البيم لا، ممكن امشيه في الاتجاه ده انا عايز، الاتجاه ده انا عايز، ما شاء دي الله. قصه مختلفه. طب حضرتك القناة بتاعتك على اليوتيوب، ايه اهم الفيديوهات؟ انا تابعتها كلها، اتفرجت على الفيديوهات كلها، بس عايزين حضرتك تدينا كده نبذة عن القناة. حاجه ملهاش لازمه يعني، حاجه صغيره مش هو. بس انا كل اللي انا حاطه كنت يعني حسيت ان الناس مش يعني في موضوع البيم مش فاهمه قوي الموضوع اللي هو الداتا موديلنج والكلام ده، وحسيت ان يعني الناس محتاجه تفهمه. وبصيت على المحتوى اللي بالعربي ما لقيتش حاجه، وقلت خلاص يعني انا احطه وارفعه بحيث لو حد انترست ان هو يتعلم يبقى عندهم مصدر بالعربي ليا. تمام. بس يعني ده كان الهدف منها، بس حتى لسه ما كملتوش لحد دلوقتي عشان مش فاضي اكمل لا لا، للاسف. ان شاء الله بعد بس الدكتوراه ممكن حطيت بس تكمل، بعد الدكتوراه تكمل وتدينا المقاله بقى اللي وعدت بيها البماربي ان شاء الله. ان شاء حتى الله. كنت حاطط كمان مش عارف فيديو ليه علاقه بالكارير كلام من ده، يعني كان بس سؤال جالي كتير فحطيت برضه فيديوهين اظن حاجه زي كده. بس يعني لا، ما يعني مش حاجه عملاقه يعني ولا حاجه عظيمه، لا هي بس اقول لك يعني، يعني مثلا انا مثلا مش بعيد اختراع العجله، مش بعيد اختراع العجله مثلا، مش هبدأ اشرح السكادولينج تاني مثلا والكاش فلو مثلا والكلام ده، لا انه خلاص والناس كتير شرحته اوريدي. بس يمكن انا اول مره اشوف التعمق في الداتا موديلنج وفي الجي بي اكس ام ال والحاجات اللي حضرتك كنت شارحها ديت، كان بحث علمي محترم منظم كده ان شاء الله. طب حضرتك تقول لي بقى للناس اللي مهتمه بالبحث العلمي وعايزين نصيحه كده حلوه، يبداوا ازاي؟ يا ابني بلاش جو اللي هو تحب تقول ايه لجماهير البرنامج ده. مش فاهم السؤال، اديني سؤال واضح يعني. قول لي بس انا عاوز اسافر مثلا، طيب اعرف اتكلم معاك السؤال ساعتها. ده قول لي نفسه مثلا انا الواحد عايز، انا عاوز فيزا وخلاص مثلا، اصعب فاهم. ناس كتير عايزه تسافر، قول لهم ايه الطريقه نعم. انت عملت ايه، او ناس كتير عايزه تسافر قول لهم ايه الطريقه وانت عملت ايه. انا ما اقدرش اتكلم عن اي حاجه في السفر غير في الجزء اللي هو الاكاديمي، ان يعني هو يسافر جزء اكاديمي طبعا، يعني من باب برضو الامانه الاخلاقيه برضو والعلميه. يعني انا ليا راي يعني معادي للسفر، انا شايف ان هو اللي هو الاستقرار بره يعني. تقريبا يعني انت كنت هتطلع سنه سنتين ثلاثه وتتعلم يعني. انا خلاص نعم اتفضل كاتب 5 مقالات في الموضوع دوت في النقطة دي.
يعني انا يعني بحكم اني بقالي 6 سنين في امريكا يعني، فانا شفت يعني وسالت وعاصرت ناس وبحثت وكده يعني، فانا مش شايف ان هو صح يعني. انا واحد من الناس، لا انا هخلص يعني، لا وهقعد في امريكا 2 سنين زياده مثلا اول حاجه عشان اعمل ماجستير في حاجه تانية وخلاص على كده، انما انا مش ناوي اقعد يعني، انا راجع مصر ان شاء الله. فانا مش شايف ان هو صح بشكل عام. عاوز طبعا تسافر تتعلم وترجع وتفيد الناس، لا ده طبعا ده واجب عليك. فده بس ايه يعني مبدئيا كده، عشان بس إيه اللي هو الجزء الاخلاقي، ما بقاش انا ايه بشجع الناس على حاجه غلط. فكره السفر نفسها يعني كتير قوي اتكلموا فيها يعني، يمكن بس حته كتير الناس بتغفلها يعني، اظن انها مهمه يعني. لو ايه انت يا ابني اللي هتسافر انت بتشاركه من شويه ده؟ ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية الو واحدة في واحد دخل غلط. اتفضل يا باشمهندس. ماشي مفيش مشكله عادي، هو صاحبك مش عاجبك لا ما اعرفش، هو تقريبا بيتكلم حاجه ثانيه. اتفضل. ده عادي عادي يا ابي، داخل يحفل عليك المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع السفر يعني من الحاجات دايما اللي الناس بتقع فيها في السفر، الماجستير والدكتوراه بالذات، اللي هو مثلا اللي هو اغلب الناس بتسافر على اللي هي بيسموها الريسيرش اسيستنت او تيتشنج اسيستنت، اللي هو بياخد مرتبه من الدكتور نفسه، حسب مثلا يا اما بيدرس معاه بيشتغل معيد معاه، يا اما ان هو بيشتغل على مشروع بحثي معين. اصعب يعني الحته دايما الناس كتير بتتغفلها ومحدش بيقولها لهم، بيقول لهم عليها حته ال بسم الله الرحمن الرحيم، ان انت، ودي الله يمسيه بالخير يعني الدكتور قالها لي قبل ما اسافر يعني، ان انت هتعيش تحت رحمه الراجل ده او الست دي 2 سنين او 5 سنين، 6 سنين جايين 7 سنين ايا كان يعني، مستوى دكتوراه هتعيش تحت رحمه الانسان ده. ف ما تبقاش عاوز تسافر وخلاص، مش معنى ان الراجل عظيم في الابحاث بتاعته ان ده لازم تروح له، مش معنى ان الجامعه عظيمه لازم تروح له. انت ممكن تروح لراجل يعني بيطلع احسن واحد في المجال، وممكن يكون احسن جامعه في المجال، بس انت هتقعد معاه هيكرهك في نفسك، هيكرهك في نفسك، هيكرهك في نفسك يعني، قاعد معاه 5 6 تخيل ان انت مثلا، انت مثلا متزوج مثلا ومعاك طفل مثلا وانت هناك مثلا، وجي قال لك في ترم الترمات والله انا ما عنديش مرتب الترم، فخلاص الراجل بيأذيك يعني بيدمرك، انت فقدت الجزء بتاع الاستقرار، انا مش عارف استقر في الشغل ده، مش عارف اعيش، يبقى مجننك ومطلع عينك طول النهار بقرف وكلام من ده، مش هتف... هتكتئب وهتكره نفسك يعني. فده جزء ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، انا عاوز اسافر وخلاص، والراجل ده عظيم وبينور في الضلمه في المجال ده ومش عارف ايه، لا يعني شوف الجانب الانساني. عشان كده يعني، عشان كده دايما اللي بنقوله للناس، عمر انت معايا؟ صوتك انا صوتك معاك وقف مره واحده. انا معاك معاك مع حضرتك. اوكي انا بس الصوره وقفت. لا لا مع حضرتك. اوكي فبقول لك يعني، يعني ما تسافرش على حد انت ما تعرفوش، او ما يعني احنا دايما لما كنا بنسافر يعني، لما جيت سافرت مثلا قعدت مع الدكاتره بتوعي، مين الناس اللي انتوا تعرفوهم اتجربوا قبل كده سواء منكم او من طلبه يعني، يعني ناس انت شفت التعامل الانساني بتاعهم شكله ايه؟ انما هتسافر عمياني كده انت بتاخد ريسك كبير قوي. هتسافر على حد انت عارف ان هو مش كويس بس انت عاوز تسافر وخلاص، يبقى انت يعني بتأذي نفسك جامد. ان فعلا يعني الواحد شاف ناس يعني، ناس يعني كفروا الطلبه بتوعهم. ويعني وفي ومثلا مشهور طبعا بين طلبه الدكتوراه مثلا في ناس بتنتحر بسبب الضغط ومش عارف ايه، ده اصلا الموضوع ضغط شغل وقرف وكلام من ده، يوصل والمشروع شغل للانتحار؟ اخير. نعم يوصل للانتحار؟ لا إله إلا الله. بقول اصل بص انت يعني سبحان الله يعني، تبقى كذا يعني كذا فاكتور مع بعض يعني، يعني انت هنا انت يعني، انا لو انا في مصر مثلا وقعدت مثلا 2 شهر في البيت من غير شغل مثلا، معيش مرتب، والله ليك اهلك، ليك حته قاعد فيها مش عارف ايه، في شبكه اجتماعيه بتدعمك الى حد ما. انما انت هنا مثلا لو انت جيت امريكا مثلا، انت عامل زي السمكه لما طلعت بره الميه، فخلاص هو مصدر الوحيد بتاع النفس بتاعك هو الشغل ده بتاع الراجل ده. انت مثلا مش مسموح لك مثلا تشتغل بره، فانا هاكل منين، هشرب منين، هدفع ايجار الشقه منين، كلام من ده، فيستك اصلا هتقف. انا لا فاهم انت، فهو راجل حرفيا بايده حياتك كلها، فده لو قرر ينكد عليك او يأذيك يعني هتبقى حياه سخيفه جدا. طبعا في قوانين بتحميك ومش عارف ايه والكلام ده، بس يعني الدنيا مش كده، بالذات في العلاقه اللي هي بتاعت في الريسيرش والكلام ده، علاقه الدكتور بالطالب يعني تبقى علاقه يعني فيها سلطه مرعبه للدكتور.
يعني الجامعات بتحاول ان هي ما يعني تعمل ريجوليشن الموضوع ده شويه، بس ما زال صعب. ان هو لا مؤاخذه سؤال سخيف يعني، هو ليه هجيب عمر يعملوا ريسيرش يعني؟ من قله يعني مثلا في امريكا مثلا، انا دكتور في امريكا مثلا دلوقتي، ايه اللي يخليني اجيبك مصر مخصوص عشان تعمل لي ريسيرش؟ من قله الامريكان مثلا، هو جايبك ليه؟ انا هجيبك ليه؟ أكيد في مثلا ممكن ميزة معينة، اديني كده التخيف. ممكن في حاجة ايوه معينة. ايه بتنور الانجليزي بتاعك احسن منهم مثلا يعني هجيبك ليه مثلا؟ لا هو بيجيب عمر ليه؟ ان هو عارف ان عمر هيشتغل شغل، انا اسف التعبير، عريض، هيشتغل. وعارف يعني مثلا من الحاجات مثلا اللي بيحبوها في الطلبه اللي زي عمر مثلا، ان عمر هيجي امريكا ملوش حياه اجتماعيه. مش يجي مثلا يقول لك والله لا ده انا والله في اجازه ثانكس جيفنج في اسبوع كده مثلا في وسط الترم جاي كمان اسبوع اسمه اجازه ثانكس جيفنج، اسبوع فاضي كده. عمر مش هو والله لا ده انا رايح اشوف اهلي في الولايه اللي جنبي، لا عمر قاعد فاضي ملوش حاجه. انت في العيد الكبير والصغير اصلا بتروح تصلي العيد ترجع على المكتب عادي. ففي النهايه لا هو جايب واحد شغال ما بيوقفش، هو عشان كده جايبك اصلا، غير كده مش هجيبك. ولو مش عاجبك بكره هيمشيك ويجيب اتنين تانيين وعلى حسابهم كمان. في ناس كتير يعني برضو اغلى، في ناس كتير جدا جدا يعني بتيجي موضوع تعمل ماجستير او كلام من ده مش بهدف العلم، هو في النهايه دي الفيزا اللي هتدخله لامريكا مثلا. مثلا انا بدي ماجستير مثلا، الطلبه عندي مثلا هنا بدرس لهم، هو اصلا لا فرق معاه، هو اصلا راجل بهله مش عارف 10 سنين في السوق. فاللي انا بقوله له ده اصلا ده هو المفروض يجي انا اقعد اقول له اتفضل حضرتك قول يعني مقاما وعلما ومش عارف ايه وحش. بس هو في النهايه هو دي سكه الفيزا بتاعته اللي هتدخله، عشان هو فهو مجرد ما بيجي اصلا يعني. في ناس كتير اصلا بتيجي انا شايف الحركه دي يعني مش صح، بس الناس بتعملها يعني. انا ما اعرفش يعني، انا بستحرمها يعني، هي قانونا مش غلط بس انا بستحرمها. بيجي يعمل ايه؟ بيجي يقدم على الدكتوراه ويجي يشتغل ويجي اول ترم عادي كلام من هو كده حط رجله في امريكا خلاص. من اول ما يحط رجله في امريكا يبدا الشركات انا عاوز يشتغل. تمام. اول ما رجله تشبك مع حد ان هو خلاص هيسبونسر الفيزا بتاعته والكلام ده، يسيب الدكتوراه. السلام عليكم. مش لا وهو يبقى جه على حساب الدكتور وعاش مثلا سنه او اسبوعين او شهر ايا كان على حساب الدكتور، اول ما لقى شغل راح خالع خلاص. بس فبقول لك يعني هي ضغط قوي جدا، فاختار كويس الدكتوره تشتغل معاه. ان فعلا لو انسان مش محترم يعني هيكرهك في نفسك. بس يعني باقي الكلام كله بقى وازاي تعمل وتجيب منحه والكلام ده يعني خش على اليوتيوب هتلاقي طوب الارض بيتكلم فيه. جميل. يعني ما ابعتش لكل الجامعات، ابعت للدكاتره اللي انا اسمع ان هم كويسين او الجامعات اللي هي كويسه. في ناس بتقعد تبعت الدكتور اهم حاجه، حتى لو جامعه عظيمه بس الدكتور هيطلع عينك خلاص. تمام. الدكتور معاه سلطات كتير. في هشام جعفر كان عنده اسئله لحضرتك. اتفضل يا استاذنا الفاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا حضرتك. الحقيقه يعني النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها اكيد نقطه مهمه جدا. الحقيقه انا كنت متخيل ان المشكله دي بتحصل اكتر في يعني عندنا هنا اكتر. ثانية واحدة بس، هي انهي نقطة؟ عشان عمر قاعد بيلف بينا في 50 نقطة لحد دلوقتي. انهي نقطة؟ النقطة اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي نقطة اختيار ال الادفايزر. بالظبط. تمام. فأنا كنت بحس ان المشكلة دي ممكن تكون متعلقة بمصر او بالدول بتاعة المنطقة العربية يعني. بس حضرتك اثرت النقطة ان ده الكلام ده ممكن موجود برضه في يو اس اي. هو بص برضو الامانه برضو يعني انا اسف المقاطعه، بس الامانه برضو يعني قد لا تكون بنفس العنف بتاع يعني. اكيد في يو اس اي في قوانين اكتر مش عارف ايه يجيب لك حقوقك، بس هي الفكره بتبقى مشكله في حاجتين. اولا ان ما بتبقاش عارف حقوقك قوي، انت بتبقى جاي بالمعرفه السابقه بتاعتك من المكان اللي انت جاي منه، فغالبا انت جاي من مكان اقل شويه، ولا ما كنتش جيت امريكا من الاساس يعني. لو انت عندك هارفارد في مصر مثلا، انت قلت لي اجيبك امريكا يعني. بالظبط. فده رقم واحد. رقم اتنين زي ما بقول لك يعني، هو في حاجات كتير متعلقه بمصيرك معاه يعني. انت بتحسبها ازاي؟ ده دكتور سيء ومقرف ومش عارف ايه وانا هسيبه. طيب انا هعمل ايه بقى؟ اصرف على نفسي ازاي؟ طب هعرف اجيب دكتور ثاني مكانه ولا لا؟ طب والله اصل في النهايه لو انت يعني انت لو انت على حسابك انت محتاج تكون مليونير. انا مثلا في يونيفرسيتي في الينوي مثلا عندي مثلا مصاريف الترم الواحد قرب 18,000 دولار وانا هدفع نفسي.
بالصلاه على النبي 18000 دولار مثلا، فانت بتتكلم في السنه مثلا بالسكن بمش عارف ايه، لو انت يعني جاي على نفسك بتتكلم في 50000 دولار في السنه، انا 50000 دولار انت داخل اولموست. عندي نقطة نعم صغيرة، عندي نقطة صغيرة بس اتفضل. سؤال، اه اتفضل. هل كل التعليم الجامعي في أمريكا غالي، ولا في تعليم حكومي رخيص وفي تعليم خاص غالي؟ انا في جامعه حكوميه حضرتك، اه ما شاء الله، اللي جوزت انا في جامعه حكوميه حضرتك، تمام. يعني اللي هو دي جامعه حكوميه، بس خلي بالك برضه تعتبر غاليه، اللي تعتبر من اغلى الجامعات، يعني في جامعات مثلا ممكن تقضي الترم ب 10000 دولار عادي، تمام. 10000 ده يعتبر رخيص، 8000 يعتبر يعني رخيص، بس الجامعات الكبيره يعني مثلا هارفارد مثلا انت بتتكلم، لا بتتكلم في حاجات مخيفه يعني، وعلى حسب على حسب التخصص نفسه كمان، يعني مثلا لو انت مثلا رايح تاخد ام بي اي، ام بي اي دي بقى يعني دول يعني ابطال العالم في السبوبه، هو بيقول لك انت جاي، انت جاي تعمل فلوس، طب انا لازم اخد منك فلوس الاول، تبقى حاجه شبه كده، فالام بي اي مثلا يعني حتى لو نفس الجامعه نفس كل حاجه هتلاقي لا مصاريفها اغلى، فعلى حسب التخصص برضه، بس هي لا كله يعني ما فيش تعليم في امريكا ببلاش، لا هو كله بفلوس، اظن المانيا اعتقد هي ان اللي المانيا هي اللي الوحيده، بس ما اعرفش المانيا هي الوحيده اظن اللي بقى ببلاش دلوقتي، الحته الثانيه غيرها ثاني ما اعرفش، لا ما اعرفش والله. هي اعتقد المانيا موضوع اصلا مشكله اللونز بتاعت التعليم في امريكا دي مشكله مشهوره، يعني الناس بتفضل عايشه لغايه ما بتموت او لغايه ما سنها بيكبر جدا، بتبقى بتسدد، المواطنين نفسهم بتوع امريكا بيسددوا الايديوكيشنال لونز. حتى كان في مره اتذكر كان الرئيس باراك اوباما وكان بيتكلم بيقول ان هو لغايه دلوقتي، وهو كان رئيس امريكا وقتها، هو ومراته كانوا لسه ما كملوش السداد بتاع الادوكيشنال لونز، او اللي هي يعني الدوله بتصرف عليهم، بس هم المفروض مع الوقت بيبدا يسدد المصاريف بتاعه التعليم بتاعه اللي اتصرفت عليه. فموضوع التعليم في امريكا اعتقد يعني من معلوماتي من بره كده الموضوع لا ليه سمعه ان هو غالي جدا يعني. يعني بص هي يعني فيها جزئيتين، يعني اول جزئيه اللي هي انت بتتكلم على اللونز، يعني طبعا الموضوع مش بالسوداويه دي، يعني بالذات لو انت عرفت تجيب شغل حلو في الاول، الناس دايما بتتساوي، يعني هو فيها جزئيتين، اول جزئيه ان المصاريف بتغلى كل شويه فاللون بيكبر على الناس، بلس ان السوق ضعيف او مش قوي زي الزمان، فانت بقى صعب انت تجيب شغل يصرف عليك قوي، فدي مشكله اللونز من الحته دي، بلس يعني امريكا يعني راس ماليه زي ما الكتاب بيقول، ده السيستم يعني، بالظبط. لو يعني كنت بقعد اتريق مع اصحابي يعني اقول لهم يعني في امريكا يعني هو ربنا استغفر الله العظيم لونه اخضر واسمه دولار، يعني هي هو السيستم كده، هي راس ماليه زي ما الكتاب بيقول، يعني السرفايفر اللي هو البقاء للاصلح، هو بص انت اصلح هتعيش، انت يعني انت مواطن، يعني احنا مثلا مش فارق معانا موضوع اللون، انت كده كده اصلا مش هتاخد اللون، انت مش مواطن، انما يعني انما لا انت ممكن تكون افضل حالا بمراحل المواطن الامريكي، يعني المواطن الامريكي مثلا نفسه يعني ناس كتير تحت خط الفقر، يعني الانيكواليتي اللي هي عدم المساواه مرعبه، يعني يعني اسمه ايه ده، واحد زي جيف بيزوس، واحد زي بيل جيتس، فتلاقي الثروه يعني مع كل مدى الطبقه المتوسطه اعلى بتنكمش، وده جزء متعلق طبعا الكلام ده يعني مش تخصصي يعني، بس يعني حسب قراءاتي وكلامي وفهمي مع فهمي يعني. اللي هو جزء منه متعلق بموضوع الاوتوميشن والكلام ده، يعني دخل في الموضوع ده جامد، ان انا كسوق ما بقتش محتاج ناس زي زمان، يعني خلاص بقت ان انا بعمل ريبليسمنت للناس سواء بروبوت سواء ببروجرام سوفت وير كلام من ده، لا يعني الموضوع بقى مخيف، يعني احنا دخلنا في يمكن مشكلة انت ما تحسهاش في مصر قوي. نعم اتفضل. يعني دخلنا دلوقتي في المشكلة ديت اللي هي موضوع الذكاء الصناعي لا انت والاوتوميشن. داخل من زمان، يعني انت زي ما بقول لك احسبها كده، من زي ما بقول لك لاول ما الاوتوكاد دخل وعمل ريبليسمنت للرسامين اللي هم كانوا بيرسموا بايديهم، طب بيرسموا دول بايديهم دول راحوا فين؟ ولا مش شغلانه جديده؟ فهو بيقول لك بص، يعني هو بيقول لك لا يعني بص الارض دايما بتاعته بيقول لك لا فاليو كرييشن، واحنا بنكريت فاليو جديده ومش عارف ايه والناس بتعمل حاجات جديده، بس واقعيا لا، يعني واقعيا لا الفرص بتقل، والفاليو الجديده اللي بتتعمل اللي بتطلع بتبقى يعني شغلانه ارخص لي من خلي بني ادم يعملها، فبني ادم ده قاعد يقول لي لا انا عاوز فلوس اكتر، طب ما هيوصل لمرحله اللي هو ايه، اول ما يوصل لمرحله ان هو بقى لا بقى ارخص ان الروبوت يعملها، فانت انت كعمر بقيت قدام وضع صعب دلوقتي، يا اما ترضى بالمرتب القليل يا اما تقعد في البيت، تحب ايه حضرتك؟ فدي التريك المرتب يعني قليل، الاوتوميشن، يعني نعم أرضى بالمرتب القليل.
بالظبط يعني. فدي الاوتوميشن يعني، عشان كده هتلاقي يعني لو انت بصيت على جوجل ودعبست كده هتلاقي يعني في دافوس مثلا اللي هو الورلد ايكونوميك فورم والكلام ده بيتكلموا بشكل قوي على يعني، بقى فيه كلام قوي على اليو بي اي، اليو بي اي اللي هو بيسموه يونيفرسال بيزك انكم، ان هو اي مواطن ليه مرتب اساسي يعني. حتى كواحد من مرشحي الرئاسه دلوقتي في امريكا بيتكلم على اليو بي اي، ولازم الناس دلوقتي مش عارف تاخد لها $1000 في الشهر حاجه زي كده. ليه؟ ان هو خلاص بقت البروبابيلتي ان انت ممكن ما تلاقيش شغل كبير، فانا محتاج ان انا اكلك واشربك ومش عارف ايه. ف ده بقى دلوقتي خلاص يعني، ده بقى الوضع الطبيعي يعني دلوقتي. لا الوظائف بتقل طبعا، بتقل at some point. لا الناس كتير هتبقى عاطله نظريا اه يعني، لو طبعا لو الترند فضل ماشي زي ما هو كده يعني. فكره اللي هو بيقول لك value creation والكلام ده يعني، الكلام ده يعني في نصب كتير يعني في رايي. طب طبعا بس انا مش خبير. طيب خلينا ثانيه مثلا واحده بس يعني، ثانيه واحده عشان الموبايل قرب يفصل اشحنه، ثانيه واحده اجيب الشحن. ايوه اتفضل. كنت هقول بقول لحضرتك دلوقتي موضوع طبعا ثلاثيه الابعاد لو حطيناها مع البن، تمام؟ طيب ما هو ده هيؤدي ان كل العمال اللي شغالين، مع السلامه. بص يا عمر يعني الموضوع يعني عاوز تحسه اكتر كمان يعني، انت في مصر مش حاسس بيه قوي ليه؟ عشان خاطر حضرتك ما زالت تكلفه العماله عندك مش عاليه، فانت مش حاسس بالاوتوميشن قوي، ان انت دايما ارخص لك دايما التكلفه الصناعيه في احنا كثير من على الاحيان. خاطر دلوقتي ممكن مثلا يجي يبعت 10 عمال عشان يغير زرار كهرباء، زرار كهرباء اللي ممكن تبعت عامل واحد يروح يبعت 10، ممكن يخلي 100 واحد يقعدوا في نص الصبح في الموقع، لان العماله فعلا رخيصه جدا بقول بالذات لك اللي هو غير كده غيرهم. كمان يعني، اللي بقول لك بقى لما تبص على السوق في امريكا مثلا او في اوروبا الكلام ده، بتلاقي مثلا البري فابريكيشن مثلا متوحشه. ليه بري فابريكيشن؟ وبيعمل ايه ده؟ كمان بتبقى يعني ساعات كتير بتبقى اوف شور يعني. انا ارخص لي ان اعمل بري فابريكيشن للبانل بتاعت مثلا تشطيب واجهه في المكسيك واشحنها من المكسيك لحد عندي في امريكا، ده ارخص لي من ان اجيب صنايعي يعملها. فانت فالصنايعي، فعشان كده بقول لك في امريكا دايما بيقعدوا يتكلموا ويقول لك الطبقه المتوسطه رايحه في داهيه ومش عارف ايه والكلام ده. هو بيتكلم كده ليه؟ لان كان زمان اللي بيعملوا الحيطه دي كانت الطبقه المتوسطه، فدلوقتي لا. انا ان في النهايه الكوربريت عامه يعني ما يا مالهاش دعوه بالناس، والله انا عاوز اكسب. والكوربريت لما بتكبر لحجم معين ات سام بوينت خلاص هي مش مهتمه، او هي ما تقدرش تهتم يعني. لو جه سي او والله بتاع الكوربريت وقال يا جدعان لا حرام البشر، هيمشي تاني يوم. بقى في سيستم خلاص، هي الكوربريت سيستم بتاعها ماشي ان هو ايه، لازم نكسب نكسب وخلاص. ايا كان بقى على حساب مين، كلام من ده. سيبك بقى من التهريج اللي بيعملوه اللي هو بتاع يقول لك لا هو مش عارف زوكربيرج تبرع مش عارف بكام بثروته مش عارف ايه، عاوز تعرف الناس دي فعلا تتبرع ولا لا، وشوفوا بيدفعوا كام في الضرايب في الاخر يعني. انا كان امازون السنه اللي فاتت دفع صفر ضرايب، امازون جيف بيسوس يعني شوف معاه ثروه قد ايه، دفع صفر ضرايب. كل يعني كلهم بيروحوا على الدول ملاذات ضريبيه ومش عارف ايه والكلام من ده، هي دي الكوربريت. اعتقد ان هو بيتبرع عشان يخلص من موضوع الضرايب، يعني التبرعات دي تتخصم من الضرايب اللي عليها. هي في النهايه يعني بغض النظر عن نيته، هي في النهايه هو مش عامل يعني، هو لما زوكر بيرج يطلع يقول لك والله انا عامل فيسبوك ده عشان رسالتي نوصل الناس لبعضها، انت ما تسقفش وانت انا بشوف يعني، ببقى خلاص هيجي لي شلل لما الناس قاعده بتسقف وتقول لك يا ابني انت عبيط يا ابني بتتكلم في ايه؟ فلا يعني الدنيا يعني العالم مش دباديب كده خالص، لا الموضوع يعني كومبيتيشن يعني. فزي بقول لك الموضوع بقى بتحس بالاوتوميشن اكتر لما بقول لك السفر في اوروبا وامريكا، ان فعلا الليبر بيبقى غالي. فتلاقي مثلا حاجه زي بري فابريكيشن يعني، مثلا انا بدرس مثلا كوست استيميتنج للطلبه هنا، فمثلا في الاساينمنت مثلا بديهم مثلا بتاع الاكويبمنت مثلا، فبتلاقي مثلا تكلفه الاكويبمنت اللي هي الاوننج والاوبريتنج والكلام ده، اللي هو تكلفه المعده بالبنزين بتاعها بالصيانه بتاعتها بالديبريشيشن بتاعتها بالزيت وكل حاجه، ساعات بتبقى ارخص من اجره السواق. ده بالنسبه لو قلت لك الكلام ده في مصر انت مش هتصدقني، تقول انت بتتجنن عن اجره سواق اللودر اعلى من ايجار اللودر في الساعه يعني، انت بتدفع للسواق في الساعه اكتر تدفع لايجار اللودر. والمشكله بقى ان السواق مش هياخد كل الفلوس دي،
الفلوس دي بيروح فيها تأمينات وضرائب ومش عارف ايه والكلام ده. يعني مثلا تدي مثلا السواق مثلا $70 في الساعة مثلا، هو اكشلي مثلا بياخد 50 او $45 في الساعة، الباقي ضرائب وتأمينات ومش عارف ايه والكلام ده. تمام، يبقى نستخدم انا بس يعني بديك المثال ده عشان تتخيل الاوتوميشن. لا يعني عشان كده داخله بشده. يبقى احسن واحد بقى يستخدم سيارات اللي هي ذاتيه القياده بعد كده. انا مش سامع عمر، قول تاني معلش. اغلب الناس بعد كده هيستخدموا السيارات ذاتيه القياده، يقول لك نوفر برضو الفلوس الراجل ده ياخدها. في نقطه ما اكيد طبعا. انا حاليا اللي اعرفه يعني اللي هو بيسموه اللي هي اللي فيه اللي هي اللي الفريت فريت او اساطيل النقل والكلام ده هيبداوا يستعين ان هم هيجربوا، اظن اوريدي بيجربوا في اللي هي عربيات النقل واساطيل النقل والكلام ده هيجربوا دي. دي دي اسهل. ليه؟ ليه دي خلاص هي ليها تراك معين ماشي عليه، او مثلا ممكن يحطوا مثلا على التراك على خلاص هي معروفه العربيه دي مثلا رايحه مثلا من القاهره لاسكندريه على طول على الصحراوي، فخلاص انا حافظ التراك بتاعها. لو مثلا محتاج مثلا انفراستراكشر معين في النص كلام من ده عشان الداتا كلام من ده. بس هو اوريدي يعني في تجارب كتير اظن في الموضوع ده. تسلا وجوجل برضه عامل حاجه زي كده. تسلا تقدر تتسق اوتوماتيك يعني، يعني في ناس يعني تخش على اليوتيوب اكتب بس واحد نايم وعربيه تسلا كانت شغاله. تمام. يعني جاي سليبنج وايل هي تسلا. لا لا فيديوهات كتير خلاص هي تسلا بتسوق نفسها بالذات لو على الهاي واي والكلام ده، خلاص الموضوع مش محتاج. ومع الوقت هي بتقوى ان هو في النهايه هو عامل موديل يعني هو يعني اللي هو الجزء بتاع المشين ليرننج اللي هو الموديل بيعلم نفسه. هتقول لك تسلا عملت حادثه، ما هي عملت حادثه بس هي اتعلمت بقى فديت قاعده بتخش سام بوينت هتلاقي تسلا بتعمل غرز وبتخمس وكل حاجه عادي. ان شاء الله. مهندس هشام كان عنده سؤال. مهندس هشام جعفر اتفضل. لا هو انا كان السؤال بتاعي كان اللي هو كان في النقطه بتاعت الدكاتره، والحمد لله الباشمهندس رد عليا. وبالنسبه برضو لنقطه الاوتوميشن، يعني هو حتى الفيديوز اللي بيتكلم عنها الباشمهندس اللي هي بتاعه الناس المتصورين وهم بيسوقوا تسلا، الفيديوز دي كانت بتعمل لها شير على انها شبه كارثه. ليه الناس بيعملوها على انها كارثه؟ لان المفروض يعني البني ادم حتى لو الماشين هي اللي بتليد نفسها، فالمفروض البني ادم لسه يكون ليه دور الاشراف. بالنسبه لنقطه الاوتوميشن، طبعا هي هتقضي على فرص ناس كتير، خصوصا الناس اللي بتعتمد على الجهد البدني اكتر ما بتعتمد على الجهد الذهني. فحتى بالنسبه للمهندسين اعتقد يعني ان هيكون المهندس اللي بيعتمد على الريبيتيتيف ورك في شغله وحاجه بتتعاد هيكون مستقبله في خطر. للاسف الواحد صوته اتنبح في الموضوع ده مع الناس. يعني تلاقي واحد بالزبط. تلاقي واحد قاعد بيقول لك دوره المش عارف ايه في التصميم، يا ابني صل على النبي تصميم ايه ده دلوقتي؟ انا ممكن اعمله لك الجوريزم بربع جنيه يصمم احسن منك 100 مره ويعمل. يقول لك يعني للاسف الجزء حتى بتاع التعليم الجامعي بقى عامل زي دروس الثانويه العامه، خلاص هي ثقافه ومنتشره. تلاقي واحد بعد ما خلص البكالوريوس بتاعه بياخد كورس كامل اكاديميه المش عارف ايه يا جدعان انتوا بتهرجوا، طب انت كنت بتعمل ايه في الكليه؟ يعني يعني تقولي صمم كاميرا، كاميرا مين يا عم اصممها؟ عيب خلاص بقى. يعني في فرق ان انا اتعلم البيزك عشان افهم الماشين ماشيه ازاي، وان انا يعني اعمل شغل الماشين. لا خلاص انت لو هتعرف تصمم احسن، مش هتعرف تصمم احسن من الكمبيوتر ولا انت ادق من الكمبيوتر خلاص دي خلصان. انا افتكرت اسم الكتاب يا عمر، كان قبل ما انت تخش معانا باشمهندس هشام، كان باشمهندس عمر كان سالني حاجه مقاربه كده، فقلت له يعني حتى الان احنا ما وصلناش ل 100% اوتوميشن. يعني كان هو كتاب 0 to 1 بتاع بيتر ثيل وبليك ماسترز، دول يعني الناس اللي هو دول من اكبر انتربرينورز، واحد فيهم هو اللي عامل كوفاندر على لينكد ان ومش عارف ايه والكلام ده، فبيدوا انسايتس بتاعتهم. فالانسايت قال لك لا يعني حتى الان احنا مش في زيرو اوتوميشن، يعني ممكن نوصل في المستقبل للسوبرفايزد. يعني في النهايه واحد يعني في اوتوميشن بس واحد بيشرف، بس في النهايه الاوتوميشن دي معناها ان بدل بقول لك كان 20 واحد يعملوا التاسك، لا هو واحد هيعمل، واحد بس اللي هيعمل الاشراف والكمبيوتر بيعمل 20 تاسك. وطبعا هيأثر في الماركت يعني ده اكيد اكيد اكيد.
لازم يعني انا وجهه نظري ان زي ما الباشمهندس كان بيتكلم ان المهندس مش هينفع ان هو بقى يكون بيعتمد على البرنامج، لان هو لو بيعتمد على البرنامج فزي ما الباشمهندس بيقول هو اكيد البرنامج مش يعني انت عمرك ما هتكون اشطر من السوفت وير. هي نقطه القوه بتاعتك كمهندس انك اصلا تكون فاهم البيزكس. يعني هو في دايما عندنا كده سمعه سيئه اصل فلان ده اكاديمي فهو مش ايده مش شغاله في الحاجه بتاعت السوق. بس بعد كده في وجهه نظري ان الراجل الاكاديمي والراجل الريسيرشر هو ده المفروض يكون المهندس، لان بعد شويه انت اللي هتعمل الحاجه اللي هتمشي اللي هتشغل الماشين. يعني احنا بعد كده مش محتاجين حد اصلا يدرس ستراكشر ديزاين غير اللي هو لو غير شغال ديفلوبر مثلا في اوتو ديسك بالظبط يوزر خلاص صباح الفل مش محتاج كمان. بالظبط بالظبط. فالمهندس بعد كده المفروض ان هو لا انت ان انت بتعرف تستخدم ساب ده يعني مش هيكون حاجه اصلا. احنا محتاجين منك بقى ان انت تكون فاهم النظريه الاصليه ايه عشان انت اللي تقدر بقى نعتمد عليك ان انت هتعمل ريسيرش معين انت كمهندس. ده يبقى دي دور، وفي مهندس تاني برضه هيفهم الالجوريزم ده بدراسته للهندسه كفهم اكاديمي وكفهم علمي للنظريه عشان يقدر يعمل له ديفلوبمنت. لكن شغل الاند يوزر مع الوقت لا، يعني احنا زي شغلانه البشكاتب يعني خلاص الموضوع انتهى. يعني بقول لك هي تبقى انت هتبقى ليبر هو دلوقتي خلاص يعني هي يعني حاليا يعني لو فضلت هتبقى حاجه من الاثنين، يا اما انت بتعمل وظيفه عشان خاطر لو عملتها بالكمبيوتر هتبقى اغلى فانا اخليك انت تعملها ارخص، ولو بالظبط ات سام بوينت انت هتقرفني وتقول لي انا عاوز اكتر ووصلت لمرحله ان انت بقيت اغلى من الكمبيوتر اقول لك لا خلاص روح اجيب كمبيوتر بدالك. بالظبط بالظبط. اول حاجه. ثاني حاجه نسيت ثانيه واحده اسف. لا مش مجمع. مشكلتها طبعا الكبيره اللي هي تغيير ثقافه الناس في الحته دي صعب. افتكرت النقطه الثانيه ليه، اما انت بقى خلاص يبقى في اللي هي الفجوه فجوه عملاقه ما بين الشركات حتى، يعني مفيش حاجه اسمها شركات متوسطه السكيل وشركات كبيره والكلام من ده، يبقى خلاص يا اما شركه صغيره يا اما شركه كبيره، يا اما انت شغال مقاول اللي هو بيسموه في التعبير الدارج اللي هو مقاول تحت بير السلم تعمل اللي هو يعني عماره صغيره مش عارف ايه الكلام من ده، فساعتها خلاص شغال يدوي ارخص، ويا اما الكوربريت كبيره شغال. فدي برضو مشكله تانيه ان عامه في البيزنس بشكل عام الميدل بيزنس قاعده بتنكمش خلاص الكوربريت بتاكل كله. ولو حتى في شركه ليها بوتنشال يعني الشركات الكبيره بتاخدها بتشتريها بالموظفين بتوعها. ما هي هو مش هيسمح لك يعني هو خلاص وصل لمرحله ان انت مش هسمح لك مش هسمح لك تبقى تهديد ليا. يعني ما تنساش نفسك. يعني انا سيبك عشان ده اللي مخلي حاجات الستارت اب شغاله زي الفل دلوقتي. يعني الستارت اب احد العوامل اللي هي شغاله ايه؟ ان انت هتبيع انت داخل يا جماعه انا 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 مستسلم وهبيع فكرتي ما تقلقوش. انا هبيع انا هبيع ان شاء الله. يعني بس ادوني فرصه بس اعمل الفكره. تعالى لا اخش ونعمل راوند 1 في الانفستمنت وراوند 2 كلام من ده وبعد كده نبيع والله، وانت جاي تاخد الفلوس بتاعت الفكره بتاعتك خلاص على كده. بالظبط بالظبط. ماشي يا استاذ فاضل، ان شاء الله بقى عايزين الدكتوراه قريب بقى، وبعد كده نبدا بقى نشوف فيديوهات لحضرتك ونتعلم اكتر من حضرتك ان شاء الله. الله المستعان. جزاكم الله خير يعني على كل حاجه، ويا رب اكون افدت يعني بربع جنيه حتى. جزاكم الله كل خير، الف شكر لحضرتك ومهندس احمد. باشمهندس هشام تشرف، اهلا وسهلا. مهندس هشام من المبرمجين الكبار ومن الناس اللي معانا في بيم اريبيا من يعني ربنا يعزك ويبارك فيك. ان شاء الله ناخدها ورد بقى عشان نعرف نعدلها. تمام ان شاء الله. ماشي يا جماعه، شكرا لحضرتك. السلام عليكم.